سوبر كرة القدم، سوبر كرة اليد، أفراح النادي الأهلي لا تتوقف، ويا بخت جماهير. في مباراة كبيرة جمعت النادي الأهلي بالزمالك اليوم على ملعب النادي الأهلي في الجزيرة، قدر النادي الأهلي يفوز بالسوبر الأفريقي لكرة اليد. أداء كبير من الأهلي صعد به لكأس العالم للأندية في السعودية علشان يكمل النادي الأهلي مسلسل أفراحه الموسم ده في معظم الألعاب الجماعية. مبروك للنادي الأهلي إدارة وجهاز فني ولاعبين وبالتأكيد جماهير. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. اليوم توج النادي الاهلي لكره اليد بلقب بطوله كاس السوبر الافريقي بعد الفوز على الزمالك 27-24 في مباراه كانت مثيره جدا، مباراه كانت رائعه جدا على صاله الامير عبد الله فيصل بالجزيره. الزمالك كان تاهل للمباراه النهائيه بعد فوزه على شبيبه كينشاسا الكونغولي امس السبت، والنادي الاهلي كان تاهل مباشره بعد انسحاب فريق الترجي التونسي عشان يلعبوا النهارده الاهلي والزمالك نهائي مصري خالص في السوبر الافريقي، حاجه مشرفه جدا. النادي الاهلي سيطر على معظم المباراه، تقريبا سيطر على كل المباراه، فقط بس حاول الزمالك قبل نهايه الشوط الثاني انه يضيق فارق الاهداف، ولكن قدر النادي الأهلي مرة أخرى أنه يوسع فارق الأهداف ويفوز بهذه المواجهة أمام نادي الزمالك ويصعد إلى بطولة سوبر جلوب أو كأس العالم للأندية في السعودية بعد أداء مميز كبير من النادي الأهلي. النهاردة فوز النادي الأهلي الحلو قوي ده بالنسبة لجماهيره طبعا كان عليه شوية ملح، شوية زعل بسيط، وبصراحة كلنا نزعل. هنا بقى مش محتاج تبقى مشجع اهلاوي ولا زملكاوي وانت مشجع لمنتخب مصر، واحد من اهم اعمده منتخب مصر كابتن علي زين اللي النادي الاهلي استعاره عشان يلعب معاه في بطوله السوبر وبطوله كاس الكؤوس الافريقيه، اصيب في هذه المواجهه بمزق في عضله السمانه. ده التشخيص المبدئي، كمان التشخيص المبدئي اصابه بمزق في عضله السمانه، وهو هيخضع لاشعه خلال الساعات اللي جايه. للاسف يعني حاجه تزعل، حاجه تحزن، يعني دي على جنب كده. بالتاكيد كلنا اتضايقنا النهارده على علي زين كونه لاعب اساسي ومهم لمنتخب مصر لكره اليد، وبالتاكيد مهم للنادي الاهلي ان شاء الله في كل البطولات اللي هيلعب معاه فيها، سواء كانت السوبر اللي خلصت خلاص او كاس الكؤوس الافريقيه. طيب نهنئ النادي الاهلي مش بس على هذه البطوله، بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، بس نهني النادي الأهلي إحقاقا للحق. الموسم ده النادي الأهلي معاه 19 بطولة في كل الألعاب الجماعية، سواء بقى كرة قدم، كرة يد، كرة سلة، كل الألعاب، كل الألعاب. فالموسم ده موسم حقيقي رائع للنادي الأهلي، تستحق عليه التحية طبعا إدارة النادي، تستحق عليه طبعا الناس اللي بيديروا النشاط الرياضي في النادي، كل المديرين الفنيين، كل اللاعبين في كل الألعاب. إنجاز عظيم جدا، هي سنة حلوة بالنسبة للنادي الأهلي، موسم حلو بالنسبة للنادي الأهلي كعادة النادي الأهلي حقيقة. يعني أنا بكلمك على أرقام محلية وأفريقية وعربية، بكلمك على مستوى الرجال وعلى مستوى النساء، كل ده يأتي أولا وأخيرا استقرار، بدعم جماهيري، بلاعبين مميزين، بإدارة جيدة، بتخطيط جيد عشان تقدر تنجح. فهنيئا للنادي الأهلي فوزه اليوم بهذه البطولة، وهنيئا له بإنجازاته العظيمة هذا الموسم. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي. بالمناسبة خلاص بطولة كأس الكؤوس الأفريقية هتبدأ مباشرة، وكل المساندة للنادي الأهلي وطبعا كل المساندة لنادي الزمالك، بس بصراحة أنا حبيت أبدأ مقدمتي النهاردة بإنجازات الأهلي العظيمة هذا الموسم، مش بس في كرة اليد، مش بس فوزوا اليوم بهذه البطولة، ولكن على مستوى كل الألعاب، الألعاب جماعية أو حتى فردية، النادي الأهلي ده موسم حلو قوي بالنسبة له، موسم عظيم يستحق كل من يعمل في النادي الأهلي التحية. زي ما قلت لكم، مجلس إدارة، نشاط رياضي، أجهزة فنية، لاعبين، كل مشارك في هذا النجاح، وبالتأكيد جمهور النادي الأهلي شريك أساسي داعم دائما في كل هذه الإنجازات. واحد من الأعمدة الأساسية في كل هذه النجاحات، واحد من الأسماء
المهمة في النادي الأهلي. كل من يعمل في النادي الأهلي يعرف جيدا قيمته، يعرف جيدا حبه وعشقه للنادي الأهلي، والأهم يعرف جيدا قيمته في العمل في النشاط الرياضي بالنادي الأهلي. الكابتن الكبير كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، يا فندم صباح الخير ومليون مبروك إنجاز اليوم وكل إنجازات هذا الموسم. صباح الخير يا كابتن كريم، يعني كلام كتير الحمد لله اللي انت قلت، يعني بشكرك جدا عليه، بس يعني لازم اكد على حاجه، خالد العودي واحد هو منظومه النادي الاهلي، خالد العودي ليس هو النجاح، النجاح عندنا يبدا من مجلس الاداره بالتخطيط الجيد مع اداره النشاط الرياضي مع اجهزه فنيه محترمه ولاعبين محترمين يؤدي الى النجاح ده. كل النادي الاهلي يشتغل على هذا النجاح، نقول له الف مبروك جماهير، الف مبروك مجلس اداره، لاعبين، كل الناس. صحيح، احنا منظومه متكامله وهي دي منظومه النادي الاهلي على مدار التاريخ. صحيح، وبقول لحضرتك الله يبارك فيك، ونبدا الاسئله الصعبه والمتطلبات الصعبه. لا خالص، اسئله صعبه ايه النهارده يا كابتن خالد؟ النهارده افراح بالنادي الاهلي، واحنا فقط بس نهنئ حضرتك بفوز النادي الاهلي اليوم بكاس السوبر الافريقي، اكيد بطوله مهمه يا فندم. بطوله مهمه جدا جدا جدا، وبطوله صعبه جدا، وبطوله صعبه معايا شخصيا انا، لانها بتلعب مع نادي محترم، مع لعيبه محترم، مع كاس محترم زي نادي الزمالك. فدي كانت صعوبه الماتش ده 50-50، ان هنا لعيب منتخب مصر هنا النص وهنا النص. فيعني طبعا النهارده المباراه صعبه جدا جدا جدا، مباراه بتاهل ماتش واحد يأهل بطوله العالم على طول. فيعني بنقول للنادي الاهلي خارج لكم، ونقول لجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي الف مبروك، اديتوا له عليكم وعملتوا عليكم، عشان كده ربنا اكرمنا وتوكلنا على الله مباراه النهارده. قول لي احساسك النهارده وانت تشاهد المباراه وشايف النادي الاهلي بيوصل لفارق 8 اهداف، وفي الدقيقة 25 تحديدا وصل الفريق هدف واحد، قول لي اللحظة دي مرت عليك ازاي؟ ضهر أصعب مباراة في حياتي الرياضية النهاردة. ياه. صعبة جدا، صعبة جدا، كل شيء صعبة جدا. يعني بدون خاطر تفصيلها اللي يدور في دماغي بقالي يومين، أنا مش نايم تقريبا بقالي يومين، ده الماتش ده. فيعني لكن لا، تفاصيل كتيرة جدا جواها، لكن في الآخر مباراة صعبة جدا، الدقيقة 25 أو 26 لما وصلت فرق واحد، لا المباراة في اتجاه تاني معايا تماما، واخدها فعلا قلت لك هي 50-50، بس بجد قدرت القيادة الفنية تحكم بورها، ما خدوا تايم أوت، واتكلموا مع لعيبتهم، ولعيبتهم نفذوا التعليمات اللي هم قالوا لها أكيد في الملعب، وهو ده اللي وصلناه في آخر ثواني، ده الفرق. صحيح، ده كان زمان كان بيجري بالعكس، الأهلي هو اللي بيخسر، لكن أعتقد إن القيادة الفنية حكيمة جدا، قادرة تاخد الوقت المستقطع والتايم اوت في وقت معين، وتعليمات واضحة جدا لفريقها، وهو ده الفرق، اللحظات الأخيرة اللي كانت بتحصل، وده الانقلاب اللي حصل، ودي الحالة النفسية للاعبين. أعتقد إن الجهاز الفني ديفيد وكابتن ياسر رئيس الجهاز وكابتن محمد إبراهيم، كل الاستاف الفني والإداري اشتغلوا على الفرقة كويس جدا، واللاعبين اشتغلوا على نفسهم كويس جدا، هو ده اللي أدى للنجاح اللي هم موجودين فيه دلوقتي. زميلي العزيز حسام زايد دلوقتي بيقول لي اسال الكابتن خالد العوضي اخبار المكافآت ايه، فده مش سؤالي، ده سؤال حسام زايد. انا سلمته ليك اهو. بص طبعا انا عارف طبعا 100%، بس هو سؤال مهم جدا. احنا السنه دي النادي الاهلي اقر شكل مختلف السنه دي لعقوده ومكافآته وكده. النادي الاهلي السنه دي عمل حاجه اسمها تارجت للعيبه، التارجت ده شيء مهم جدا، اللعيب بياخد. كابتن خالد معايا؟ كابتن خالد فقية، لكن النهارده طب معلش كابتن خالد، لو نعيد الاجابه تاني معلش، عشان كان الصوت راح خالص، انا بعتذر لك. طيب اتفضل. ولا يهمك، من النادي الاهلي السنه دي اقر لائحه جديده للفرق الجماعيه، وهي لائحه عباره عن جزء للمبالغ اللي هي بتاعتهم في السنه وبياخدوها على مدار السنه، والجزء الثاني جزء تارجت مكان المكافآت. اعتقد النهارده التارجت بتاعهم اتحقق، وده قرار مجلس الاداره، وهياخدوا التارجت بتاعهم تمام، واكيد لو في اي جديد بتبلغ عن طريق مجلس الاداره، ان هم في الاخر بيديهم القرار، وهم بيقولوا لي القرار بتاعهم شكله ازاي. فان شاء الله خير باذن الله، يعني ما تقلقش، قول لي حسام زايد هنديهم فلوس خلاص. بس هم بسيط، ما عنديش لعيب النادي الاهلي بيدور على فلوس، كل لعيب بيدور على كيان النادي الاهلي. طبعا طيب، عايزين كمان بالتاكيد نطمن على، انا قلت حتى النهارده في المقدمه وسط الافراح بتاعه النادي الاهلي النهارده كان في خبر مش حلو، وهو اصابه علي زين. كانت علي كان المفروض يدعم الفريق في البطوله دي وبطوله كاس الكؤوس. بص يا كابتن كريم، علي زين بالنسبه لنا قيمه كبيره في مصر لكره القدم طبعا، وهي دي المشكله الاكبر بالنسبه لنا. احنا النهارده علي كان جاي لعيب محترف، من لعيب معار من نادي دونا بوخارست، لسه في عقده سنه،
والنهارده جه واول ماتش يلعبه طبعا كل جماهير النادي حاط عليه امل كبيره وكلنا حاطين عليه امل كبيره لكن اتصاب في ارض الملعب شيء محزن جدا جدا بالنسبه لنا كلنا وزعلانين عليه لكن هو دلوقتي في كونسولته اول ما هيطلع على النتائج بتاعته اول ما نشوف الناحيه الطبيه هتقول ايه هنطلع تقرير رسمي بيه واكيد هنعمل كل حاجه كويسه للكابتن علي زيد لانه فعلا قيمه كبيره واحنا محتاجينه في مصر ومحتاجينه كمان في النادي الاهلي في الوقت اللي جاي وان شاء الله باذن الله اول ما بس ما نعرف نطمن عليه المشكله في مشكله في السمانه بتاعته يعني في شد في السمانه او مزق في السمانه لكن التشخيص الفاينل خلينا لما يطلع التشخيص الرسمي من الدكاتره نطلعه ونعرضه للراي العام ان شاء الله. طيب كاس العالم للانديه ان شاء الله هيبقى في تدعيمات للفريق يا كابتن خالد؟ الجهاز الفني اللي بيطلبه الاداره النادي مع مجلس الاداره يعملوا عظيم لكن هو طبعا عنده بلان وعنده خطه وكل فرق السنه دي كل المدربين الفنيين المحترمين بتوع يشتغلوا بخطط وبلانات واضحه جدا 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 وتارجت معينه واعتقد ان احنا عندنا تقييم اخر السيزون للسيزون كله مع مجلس الاداره ونقدر نطلع بيه قرارات كويسه لفرق النادي الاهلي ولمصلحه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. عظيم. بمناسبه التارجت اللي حضرتك بتتكلم عنه التارجت في كاس العالم للانديه بعد رابع الموسم الماضي السنه دي التارجت ايه؟ بس ما اكذبش عليك التارجت يكون اعلى ان شاء الله. الطموح عندنا لا ينقطع في النادي الاهلي ذلك على النجوى موجود في النادي الاهلي الطموح والقصه عندنا عاليه جدا طموحنا عالي جدا لابعد نوصل لابعد نقطه اتمنى الفريق يكون باذن الله يكون هدفه كاس العالم انا مش بقول كلام لكن احنا عندنا لعيبه قيمتها في التصنيف العالمي احسن ناس في العالم في الفرق عندنا منتخب مصر مصنف رابع العالم في اخر بطوله الاولمبياد يعني الموضوع عندنا التارجت عندنا عالي جدا وده اللي احنا هنفعله وان شاء الله هندعم الفرقه طبقا لقرار الجهاز الفني الكابتن ديفيد مع كابتن ياسر لبيب ولو طلب اي حاجه اكيد هنحاول نلبيها 100%. عظيم. طيب بما انك بدات الكلام النهارده باسئله صعبه متوقعه انا ما كنتش ناوي اقول اسئله صعبه بس انا قلت في المقدمه النهارده انه النادي الاهلي قلت النادي الاهلي حقق نجاحات كبيره في معظم البطولات الجماعيه والفرديه هذا الموسم وهو عام سعيد للنادي الاهلي وقلت معظم فقط ما قلتش كل عشان الكرة الطائرة على غير العادة النادي الأهلي مش متفوق في الكرة الطائرة اللي عادة متفوق فيها أولا رقم واحد احنا ما عند يعني فرق النادي الأهلي في الكرة الطائرة أكيد الناس زعلانة إن هي يعني في خسارة حصلت منهم لكن أكيد فرق النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي ومدربين فريقين ما كانوش عايزين يخسروا خالص لكن الأمور جاءت ببلد تشتاسون زي ما بيقولوا بنشكرهم جدا على الموسم ونقول الف مليون شكر على اللعيبه والجهاز وكل الاداء بتاعهم اللي حصل السنه دي. بنستنى قرار مجلس اداره النادي الاهلي لان احنا في اخر السيزون بنقدم تقارير مدير فريق كل واحد بيقدم تقاريره ايجابياته وسلبياته ونشوف النادي بيقدم ايجابياته وسلبيات بندرس التقارير بتاعت مدير فريق كويسه جدا ونقدر نطلع لمجلس الاداره ونتناقش معاه في كل حاجه ايجابياته وسلبيات النادي وعشان نقدر نخطط للسنه الجديده لازم نكون فاهمين ده كويس. في الاوض المغلقه احنا دايما اتعودنا او انا اتربيت جوه النادي الاهلي على هذا الكلام صحيح نعرض وهنشوف قرار مجلس الاداره شكله ازاي وهنطلع الراي العام وهنطلع واضح جدا ونتكلم في كل التفاصيل الناس كانت عايزه تعرفها وتفهمها في وقت معين هنطلع ونشرحها قدام الناس في كلام واضح جدا مش بنخبي حاجه لكن في حاجات اتعلمناها جوه النادي الاهلي يا كابتن كريم بنكون محتاجينها شويه اللي احنا نقفل على نفسنا نتناقش نختلف ايا كان الكلام وبعد كده لما نطلع بالقرار النادي الاهلي يطلع بالقرار يبقى قرار مجلس اداره النادي الاهلي 1 2 3 هنطلع بيه قدام الناس وهنشرح وجهه النظر وما عندناش اي مشكله. طيب انا احترم جدا انه المصارحه مع الراي العام هتحصل اجلا عاجلا فيما يخص قطاع كره الطائره ولكن هل نقدر نعرف من دلوقتي المدرب القادم للنادي الاهلي للكره الطائره هو مصري ام اجنبي؟ هل ده حسم ام لم يحسم حتى الان؟ لم يحسم اي شيء هيحسم الكلام ده في اخر الموسم مع مجلس الاداره ده اللي لازم احنا متعودين عليه تاني هاكد على كلامي ده اللي تربيت عليه في النادي الاهلي طبعا هيحسم داخل مجلس اداره النادي الاهلي هو ليه الحق في الاصيل ان هو يقدر يوافق ويرفض على اي حاجات للنشاط الرياضي ده هنديله حقه ده النهارده ما اقدرش اقول مدير فني اجنبي او مصري او ايا كان الموضوع او يتغير لازم نعرض الاول نشوف اجاباتنا وسرياتنا تاني وده اللي هنعرضه وده اللي هنطلع بيه للراي العام ونصرح بيه جدا وفي حاجه مهمه لازم اقولها وعلى مدار التاريخ واي مدرب في النادي الاهلي ادى اللي عليه وادى دوره وهي في الاخر حلقه وبتلف بينا كلنا النهارده انا جوه النادي الاهلي بكره بره النادي الاهلي المهم ولاده المخلصين في
كل الاتجاهات في كل الاوقات اللي هم موجودين داخل الاهلي او بره الاهلي يساعدوا جوه او بره. واي حد ادى دوره وهنشكره جوه النادي الاهلي على دوره حتى لو كان خسران او كسبان لازم ان هو في الاخر ما كانش عايز يخسر او ما كانش عايز يطلع بخساره اكيد كان نفسه يكسب واكيد هو ادى دوره فلازم نشكره. اي واحد هيأدي للنادي الاهلي حاجه لازم هيلاقي شكر واضح جدا 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 قدام الناس كلها ودي اهم حاجه لازم نتعلمها ونقول لجماهيرنا هو ده النادي الاهلي اللي احنا اتربينا فيه وتعلمنا فيه. احنا لينا ايجابيات وسلبيات الرياضه عمرها ما كانت مكسب بس رياضه مكسب وخساره لكن انا عارف ان جمهور النادي الاهلي لا يقبل الا المكسب لكن في الاخر هي رياضه صحيح خسرنا وكسبنا لازم نشوف ونشتغل على نفسنا ونطلع بحاجات ثانيه عشان نقدر نشتغل على نفسنا في السيزون الجديد ونقدر نحقق برضه تارجت معينه في السيزون الجديد باذن الله. كلام عظيم جدا كالعاده يعني كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا بهنيك مره اخرى على الفوز بكاس السوبر الافريقي لكره اليد اليوم والانجازات العظيمه اللي عملها النادي الاهلي هذا الموسم في معظم الالعاب الجماعيه والفرديه. بالمناسبه ما رضيتش اقول الكلام ده وهو معايا عبر الهاتف بس في حاجه كويسه في النادي الاهلي في حاجه كويسه جدا في النادي الاهلي ما رضيتش اقولها وهو معايا عشان ما احطوش في حرج يعني انه الموسم اللي فات الاهلي كان عنده بعض التعثرات الكثيره في كثير من الالعاب وكان هناك رئيس نشاط رياضي وقتها محترم جدا تم توجيه الشكر ليه وتم تعيين الكابتن او تكليف الكابتن خالد العوضي بهذا المنصب والامور تحسنت كثيرا خلال موسم واحد. في ميزه عظيمه في النادي الاهلي لا احد يتحدث عن من عمل قبله بالسلب الكل بيكمل بعضه مفيش حد بيجي يقول ايه طب انا ماليش دعوه اصل انا مستلم مثلا المنظومه او الرياضه او في النادي الاهلي بايظه فانا مش عارف اشتغل لا كله سكت كله اشتغل كله ادى دوره وكل الناس بتحترم بعض. فتحيه للكابتن خالد العوضي وتحيه من عمل تحيه لمن عمل قبله حتى اللي عمل قبله او قبله محدش طلع قال او اتكلم او عمل اي ازمه او مشكله او تصريح. فبصراحه منظومه كامله على بعضها كده لابد ان تحترم هي منظومه النادي الاهلي. طيب واحد من اهم نجوم النادي الاهلي واحد من اهم نجوم منتخب مصر اسم كبير في كره اليد المصريه اسم محترم يحترم دائما هو صخره النادي الاهلي صخره منتخب مصر الكابتن الكبير كابتن ابراهيم المصري. يا كابتن ابراهيم مشرف ومنور الف مليون مبروك. ربنا يخليك وشكرا على المقدمه الجميله دي. اقل من حقك مباراه اليوم اكيد مباراه صعبه ومباراه ما كانتش هينه مباراه تكسب بيها سوبر افريقي وتصعد لكاس العالم للانديه بس المهم او الصعب ان المنافس قدامك كان نادي الزمالك. اكيد طبعا ماتش مهم جدا المكاسب فيه كتير جدا اولها ان احنا ان شاء الله احنا كفرقه احنا دايما بنطمح ان احنا نروح السوبر جلوب كاس عالم انديه فبيدينا فرصه ان احنا نلعب السوبر جلوب الجاي. تاني حاجه ان احنا يعني الموسم ده موسم صعب جدا قدرنا ان احنا ناخد فيه الكاس والدوري فان احنا ناخد مثلا الدوري ده مش صعب او شيء مش يعني سهل بس انت تحافظ على ان انت تاخد كاس دوري الاول بعدين بعديها باسبوع تاخد كاس وبعدين فكينا الفرقه فكت ان احنا رحنا المنتخب بعدين نرجع الفرقه برضه حافظت على نفس التركيز بتاعها قدرنا ان احنا يعني ناخد السوبر افريقي فالموضوع مش سهل خالص خصوصا ان احنا بنلعب فريق نادي الزمالك. نادي الزمالك فريق متميز جدا على مستوى الافراد وعلى مستوى الجماعي عندهم لعيبه كلاس A يعني كلهم زمايلنا في المنتخب لعيبه جامده جدا ان احنا نقدر ان احنا نكسبهم ناخد منهم ثلاث بطوله في الموسم ده حاجه مش سهله خالص محتاجه مجهود والحمد لله ربنا قدرنا وقدرنا نعمل المجهود دوت ولغايه دلوقتي الحمد لله الدنيا ماشيه كويس. ايه يا كابتن ابراهيم السر في تفوق النادي الاهلي لكره اليد للموسم الثاني على التوالي باكتساح كبير جدا؟ العادي بصراحه يعني بصراحه شديده انه كان الزمالك في كثير من الاوقات له اليد العليا في بطولات اليد بس الاهلي يبدو كده انه بدا يحط ايده برده على بطولات اليد من الموسم الماضي، ايه السر في ده؟ بص هو اول حاجه بس الناس فاكره ان فرقه النادي الاهلي بعيده عن الالقاب بقالها فتره طويله زي ما انت بتقول دلوقتي بس الكلام ده مش مظبوط يعني. احنا السنه اللي فاتت الناس معتبره ان الموسم بتاعنا موسم مش كويس خدنا سوبر افريقي برده وخدنا بطوله افريقيا ابطال الكؤوس الموسم اللي قبليه كان فيه بطولتين عشان كان الموسم كان هو بعد الكورونا على طول الزمالك قدر ياخد الدوري واحنا قدرنا ناخد الكاس فهي الموضوع بيننا وبين الزمالك في الهاندبول دايما الهاندبول دلوقتي في مصر اصبحت لعبه
جامده فيها يعني الاهلي والزمالك فيها لعيبه كتير جدا اقوياء على مستوى العالم مش على مستوى مصر او افريقيا، صحيح فالتنافسيه شديده جدا. صحيح. المختلف ان احنا السنه دي يعني قدرنا ان احنا ناخد 3 بطولات من الزمالك، هو ده الاختلاف. يعني احنا مش ان احنا كناش بناخد اي حاجه، لا احنا كنا بناخد بطوله او اتنين بس. المشكله ان احنا بنلعب في النادي الاهلي، يعني زي ما انت عارف النادي الاهلي لو انت ما خدتش كل البطولات، يعني احنا عندنا مثلا 5 أو 6 بطولات في السيزون، فانت لو ما خدتهمش كلهم يعتبر موسم فاشل يعني، فاهم؟ صحيح. فاحنا السنه دي يعني تعهدنا والنشاط الرياضي طبعا مجلس اداره اولا، والنشاط الرياضي بقياده كابتن خالد العوضي قدر ان هو يوفر لنا جهاز فني على اعلى مستوى من اول ما رجعنا من السوبر جلوب. الجهاز الفني ده قدر يحطنا على التراك المظبوط وقدرنا نشتغل صح، مدير فني على اعلى مستوى والمساعد بتاعه كابتن محمد ابراهيم ومدرب الحراس فينيو لوزيرت، ده جهاز فني جامد قدر ان هو يحطنا على الطريق الصح. واحنا السنه دي الحمد لله ربنا كرمنا زي ما قلت لك، دي 3 بطولة ولسه صحيح بطوله رابعه، احنا بنطمح ان احنا ناخد البطوله الرابعه ان شاء الله. صحيح. انا وانا بفرج على المباراه النهارده، الاهلي من الدقيقه الاولى راكب المباراه يعني زي ما بنقول، والفارق معقول جدا. في الدقيقه 25 الفارق وصل لهدف واحد، ليه التراجع اللي حصل للنادي الاهلي في اللحظات الاخيره ده قبل ما يستعيد النادي الاهلي عافيته في الدقائق الاخيره ويوسع الفارق مره اخرى؟ بص، ماتش الاهلي والزمالك في الهاندبول زي ما قلت لك ماتش صعب جدا، طبيعي جدا يبقى فيه منحنيات في الماتش، خصوصا الهاندبول بتقلب في ثانيه، ممكن يبقى كسبان فرق 6-7 بعد 7 دقائق او 5 دقائق تلاقي السكور قل 2-3 لان هي لعبه سريعه جدا. والهاندبول دلوقتي اصبحت لعبه اسرع من قبل كده. صحيح. فالموضوع مش يعني هو ممكن يحصل، بس هي الفرقه الكويسه ان هي بتتدارك الموقف بسرعه. اكيد انت لو احنا في مستوى كويس لازم تستغل ده في اقصى حاجه، واحنا قدرنا نستغل ده. احنا جبنا سكور فرق سكور 6-7 جوان. صحيح. اول ما بنبدا الكيرف بينزل لازم برضو نقف، والحمد لله قدرنا نقف في الوقت المناسب، لان الماتش لو قلب تعادل كان ممكن يحصل مشاكل. الجهاز الفني 3 تايم اوت هدانا وهدانا الريتم وقدرنا نطلع تاني بالكيرف، فده طبيعي. بس طبعا يعني الجمهور قلق وانا برضو قلقت الصراحه في الملعب، بس يعني الحمد لله ربنا عداها يعني. عظيم. النهارده في وسط الافراح ديت جاءت اصابه علي زين اللي كنت لسه هسالك عليه واقول لك عودته او يعني وجوده مع النادي الاهلي زميلك في منتخب مصر. اصابه كانت زعلت كل الناس يعني مش بس جمهور النادي الاهلي، هو واحد من اهم الاسماء في منتخب مصر، اصابته النهارده كانت حاجه تزعل. اكيد طبعا علي قامه كبيره، انا شخصيا اكتر واحد فرحت ان علي النادي الاهلي عرف يجيبه اعاره في بطوله السوبر وبطوله كاس كؤوس، لان انا وعلي بنلعب في المنتخب بقالنا فتره طويله مع بعض، يعني من نظره بنفهم بعض تقريبا. فانا اكتر واحد فرحت ان هو النادي الاهلي قدر يجيبه، في نفس الوقت النهارده انا اكتر واحد زعلت ان هو اتصاب، بس الحمد لله اصابه انا كنت فاكرها اقوى من كده تقريبا، يعني هو هيهدى بس هي تشخيص مبدئي، هي مزق في السمانه. انا الاول في الماتش هو مسك ركبته فافتكرت في حاجه في ركبته، وانا كمان اتخضيت يعني، او مسك جدا بصراحه، لان علي انا بقول لك علي بالنسبه لي يعني حاجه كبيره جدا. احنا بقالنا فتره طويله في المنتخب، يعني الحمد لله دفاع المنتخب انا وهو على طول في السنتر، يعني انا كنت زعلان جدا لو كانت اصابه اكبر من كده، بس الحمد لله ربنا سترها والحمد لله اصابه ان شاء الله تعدي يعني. الحمد لله. الموسم اللي فات رابع كاس العالم للانديه، الموسم ده الطموح ايه؟ بص، كاس العالم انديه مختلف شويه في الهاندبول، لان هو مش يعني عندنا في اوروبا مش بيجيبوا مثلا زي كوره ريال مدريد بطل اوروبا، لا ممكن يجيبوا 3 4 فرق من اوروبا، فالموضوع بيبقى صعب جدا. احنا عملنا انجاز الموسم اللي فات ان احنا دخلنا في المربع الذهبي وفي فرق من اوروبا كانت تحتينا، فهو التارجت السنه دي برضو ان احنا اعتقد يعني نخش المربع الذهبي، لان المستويات يعني مش عايز اقول لك مش بعيده بس مش قريبه برضو، لان الناس دي يعني بلعب برشلونه مجد برج بطل الدوري الالماني، يعني احنا مثلا النسخه اللي فاتت كان فيها برشلونه بطل الشامبيونز ليج الاوروبي، فيها مجد برج بطل الدوري الالماني، فيها كيلسي تاني تشامبيونز ليج، فيها بنفيكا بطل كاس الاتحاد الاوروبي، فاي فرقه من اوروبا بتبقى صعبه جدا. صحيح. عكس الكوره بيبقى في مثلا ريال مدريد وبطل اسيا وبطل كونكاكاف والحاجات دي، لا احنا عندنا بيبقى الاتحاد الدولي بيعمل انفيتيشنز للفرق القويه بحيث ان هو يقوي البطوله، فبيبقى في 4 أو 5 فرق من اوروبا، فان احنا نخش وسطيهم زي النسخه اللي فاتت ده انجاز. اكيد السنه دي يعني ممكن بنطمح ان احنا ناخد ميداليه، بس الموضوع مش سهل، محتاج تدعيمات ومحتاج مننا مجهود كبير جدا، فاتمنى ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نحقق اكتر من اللي احنا حققناه السنه اللي فاتت. الموسم اللي فات فريق كره اليد وفريق كره القدم في النادي الاهلي لعبوا كاس العالم للانديه، تتوقع ده يحصل الموسم ده برضو؟ والله انا اتمنى طبعا، فريق الكوره هو الاساس في النادي وهم ماشيين بقالهم فتره ما شاء الله كويس،
الدوري بيقرب، وخدنا كاس مصر وخدنا السوبر وخدنا السوبر تاني يوم الجمعة أو السبت اللي فات. فأنا أعتقد إنهم ماشيين في الطريق الصح، وبإذن الله ربنا يكرمهم في الماتش الجاي قدام الترجي، وربنا يكرمهم بقى في الفاينل إن شاء الله. أتوقع سان داونز يعني. أتوقع سان داونز في الفاينل. أكيد طبعا، يعني فريق مرعب صراحة. فريق مرعب. أنت بتحب الكرة يا كابتن إبراهيم بالمناسبة؟ يعني عشان في لعيبة كتير من لعيبة كرة اليد ما بيتابعوش كرة قدم يعني، بس أنت شكلك متابع. أنا بتابع كويس جدا، بتابع كويس جدا الكرة يعني. متابع كويس. اتفرجت على سان داونز في اكتر من ماتش يعني، تقريبا بطولة افريقيا كلها، فهم فريق فعلا في حته لوحده يعني. الاهلي ان شاء الله بالروح والتاكتكس وكده يقدروا يصلحوا اخطاء الماتش اللي كان هناك، ويقدروا يكسبوهم ان شاء الله في الفاينل، بس الاول نعدي الترجي باذن الله ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن ابراهيم المصري، لاعب كرة اليد بالنادي الاهلي، صخرة كرة اليد بالنادي الاهلي ومنتخب مصر، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وبهنيك مرة اخرى بالفوز بكأس السوبر الافريقي لكره اليد اليوم على حساب نادي الزمالك. بمناسبه نادي الزمالك، مصدر في داخل نادي الزمالك اكد لنا انه ما فيش نيه ابدا ابدا في الاستغناء عن الاسباني ماتيو جالاندا مدرب فريق كره اليد بعد خساره لقب كاس السوبر الافريقي. المصدر قال ان المجلس، او عفوا، لديه النيه انه المدرب يرحل عن الفريق. المجلس شايف انه هو السبب في خساره لقب كاس السوبر الافريقي بسبب استبعاده لبعض اللاعبين المؤثرين زي الحارس فلفل وبعض اللاعبين الاخرين، ورفضه كمان تدعيم الفريق بالاسماء اللي كان النادي عايز يتعاقد معاها. ومصدر في مجلس اداره نادي الزمالك قال لنا ان المدرب يواصل سياسه العناد مع الفريق، وبالتالي رحيله عن الفريق اصبح وشيك خلال هذه الفتره. بالمناسبه كمان كان في اشاعات إن نادي الزمالك قد يعتذر عن بطولة كأس الكؤوس الأفريقية. مصدر قال لنا أيضا في نادي الزمالك لرقم 10 إنه مفيش خالص حاجة من الكلام ده، وإن الزمالك هيشارك بشكل طبيعي في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد اللي خلاص إن شاء الله خلال ساعات هتقام وهتنطلق هذه البطولة. طيب، عايز أتكلم مع حضراتكم عن النادي الأهلي. النادي الأهلي الموسم ده في كل البطولات حقق ألقاب، حقق، عمل إنجازات كبيرة ومحترمة. بتتكلم تقريبا ما يقرب من 19 بطولة في كل الألعاب الجماعية، منهم 14 لوحدهم في ألعاب الصالات. تعالوا نشوف هذا الحصاد. النادي الأهلي 14 بطولة في الصالات، كرة الطائرة 4 بطولات، البطولة العربية للرجال، السوبر المصري للرجال، الدوري المصري للسيدات، السوبر المصري للسيدات. كرة السلة 5 بطولات، دوري المرتبط رجال، كأس مصر للرجال، كأس السوبر للسيدات، دوري المرتبط للسيدات، وأيضا كأس مصر للسيدات. في كرة اليد 5 بطولات، الدوري المصري للرجال، كأس مصر للرجال، السوبر الأفريقي للرجال، الدوري المصري للسيدات، وكأس مصر للسيدات. أما الزمالك فحصد في هذا الموسم 3 بطولات، في كرة الطائرة الدوري المصري للرجال، كأس مصر للرجال، كأس مصر للسيدات، وأيضا في كرة اليد فاز بالسوبر المصري للرجال. تحديدا كان في تفوق للزمالك في الكرة الطائرة هذا الموسم. طيب، نروح لكرة القدم. الزمالك بالتأكيد بيفكر في الموسم الجديد، الموسم ده خلص يعني بيخلص. أي نعم، الزمالك ما زال يبحث على الأقل على المركز الثاني في الدوري الممتاز، لو اعتبرنا إن المسافة بينه وبين الأهلي المتصدر بعدت شوية، فعلى الأقل ياخد مركز ثاني يصعد به لدوري أبطال أفريقيا. وإن كنت دائما أؤكد بما إن الأرقام لم تحسم لقب الدوري للنادي الأهلي، فبالتأكيد الزمالك وبيراميدز وفيوتشر وكل الأندية اللي بتحاول تنافس ما زالت في الصورة. ولكن إحنا نتحدث عمليا، عمليا الزمالك الهدف المهم بالنسبة له دلوقتي أو الأقرب إنه يصل للمركز الثاني. بعد المركز الثاني يفكر بقى لو في مساحة إنه ينافس على الصدارة، ولكن أكيد الهدف الأول الأسرع دلوقتي نادي الزمالك أنه يصل للمركز الثاني. في نفس التوقيت أكيد الزمالك يفكر في الموسم القادم، موسم تحسين النتائج، موسم حصد البطولات. طيب، عشان كده لجنة الكرة بنادي الزمالك بدأت تتحرك. إيه بقى كواليس تحركاتها دي؟ تعالوا أقول لكم.
التحرك الأول، تقوم لجنة الكرة في الوقت الحالي بعملية غربلة شاملة لقطاع الناشئين بالنادي وإعادة تقييم الأمور داخل القطاع من أجل العودة للحصول على الألقاب وأيضا تقديم لاعبين جدد للفريق الأول، كما تدرس اللجنة الاستعانة بمدرب أجنبي وتحديدا من هولندا لتولي رئاسة قطاع الناشئين بالنادي. التحرك الثاني، تسعى لجنة الكرة خلال الوقت الحالي للبدء في إجراءات تدشين شركة الكرة بالزمالك بجانب تدشين شركة الزمالك للإعلام خلال الفترة المقبلة. التحرك الثالث، على مستوى الفريق الأول تقوم لجنة الكرة في الوقت الحالي بالبحث عن عرض مناسب لرحيل البنيني سامسون أكينيولا، فيما أحالت ملف تجديد عقد التونسي حمزة المثلوسي إلى مدير الفني أوسوريو، ونفس الأمر لوضعية الثلاثي المغربي أحمد بالحاج والسنغالي إبراهيم النضاي والتونسي سيف الدين الجزيري، حيث سيحسم المدرب الكولومبي موقفهم مع الفريق، ولكنها تريد الحسم في أقرب وقت لسرعة التسويق من سيرحل عن الفريق. التحرك الرابع، طلبت لجنة الكرة بالزمالك من أوسوريو تقريرا شاملا عن رأيه في اللاعبين المحليين المعروضين عليه لحسم من يريده في الميركاتو الصيفي، بجانب تقديم له تقرير بالعروض المقدمة لبعض لاعبي الفريق من أجل الحصول على رأيه في هذه العروض واللاعبين الذين سيوافق على رحلهم. التحرك الخامس، تجهز اللجنة تقريرا شاملا عن لاعبي الزمالك المعارين لأندية أخرى في الموسم الحالي حتى يتابعهم أوسوريو ويحدد من يريد عودته مرة أخرى ومن يريد استمراره في تجربة الإعارة. التحرك السادس، قررت اللجنة البدء في التفاوض مع بعض اللاعبين من أندية الدوري المصري وتجهيز قائمة بهذه الأسماء وموقفها من الانضمام للزمالك وعرضها على المدرب الكولومبي لتحديد احتياجاته وفقا للمراكز التي يريد دعمها مع الفريق. التحرك السابع، تسعى لجنة الكرة بالزمالك في الوقت الحالي توفير مستحقات فريق الكرة والجهاز الفني بشكل مستمر حتى لا تكون هناك أي مستحقات متأخرة للاعبين تؤثر على تركيزهم خلال الفترة المقبلة. التحرك الثامن، قررت اللجنة تكليف الثنائي أحمد حسام ميدو وأمير مرتضى بالتفاوض مع اللاعبين الذين يريد النادي ضمهم أو أنديتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. هذه كل التحركات. بالأمس فقط وبعد تحديدا مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، بدأت إدارة نادي الزمالك تضع اللاعب محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز ضمن حسابات النادي لضمه في الموسم الجديد. الزمالك هيحسم الأمر ده بعد التأكد من موقف أوسوريو من حمزة المثلوسي وهل سيجدد له أم سيسمح له بالرحيل. يعني لو المثلوسي مشي فالزمالك هيخش في مفاوضات لضم الشيبي، لو المثلوسي بقى فالشيبي ممكن يخرج بره حسابات الإدارة والجهاز الفني. ده بالنسبة لنادي الزمالك. في مباراة السوبر، مباراة الأهلي وبيراميدز، محمود متولي وقع قلوبنا جميعا لما سقط على الأرض مع نهاية المباراة دون أن يلمسه أحد. النادي الأهلي ما اكتفاش أنه محمود متولي تم إسعافات أولية معاه أثناء المباراة أو حتى بعد المباراة، لا، النادي الأهلي كمان استشار بعض الأطباء المتخصصين في أمراض القلب والمخ عشان يعرفوا ليه سقط بدون سبب. هيعمل فحوصات محمود متولي على مستوى القلب وعلى مستوى المخ عشان الأهلي يطمن عليه 100%. لو لا قدر الله في أي حاجة أو أي مشكلة بسيطة حتى ممكن ما يبقاش موجود في المباراة القادمة أمام الترجي التونسي. وفي كل الأحوال حلو إن النادي الأهلي، وأكيد ده طبيعي يعني من حيث الإنسانية، مش بس النادي الأهلي، أي نادي هيعمل كده، إنه يطمن على اللاعب بتاعه أهم من أي مباراة، وأهم من أي مباراة كبيرة زي مباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. فالأولوية أولا لصحة اللاعب محمود متولي، إن شاء الله نطمن عليه وبإذن الله مش هيكون فيه أي حاجة ممكن تبقى حالة يعني عرضية حصلت له أثناء المباراة وخلاص. طبعا مش طبيب، مش عايز أفتي، بس إن شاء الله تبقى الموضوع بسيط. طيب، مصدر داخل النادي الأهلي قال لنا في رقم 10 إن أيمن أشرف عمل جلسة سريعة مع بعض مسؤولي الكرة بالنادي الأهلي وأكد لهم إن مفيش أي مفاوضات بينه وبين نادي الزمالك، وكل الإشاعات أو كل ما تردد في الإعلام هو مجرد إشاعات
ومش صحيح، وان الموضوع عباره فقط عن بعض الوكلاء اللي عرضوا عليه الفكره، فكره الانضمام لنادي الزمالك، لكن هو بلغ على حسب كلامه يعني مع مسؤول النادي الاهلي، بلغ الوكلاء دول انه مستمر مع النادي الاهلي ومفيش مجال للكلام ده دلوقتي. ده الجلسه اللي جمعت ايمن اشرف بمسؤولي النادي الاهلي ومسؤولي الكره في النادي الاهلي. ده مدافع في النادي الاهلي، مدافع اخر في النادي الاهلي هو رامي ربيعه. قال لنا، او مش هو ربيعه يعني، مصدر مقرب من رامي ربيعه قال لنا انه عنده 3 عروض في الوقت الحالي، منهم عرض سعودي وعرض قطري بخلاف العرض اللي عنده من مصر هنا تحديدا من نادي فيوتشر. رامي ربيعه حاطط اولويه عنده الاستمرار في النادي الاهلي، لكن مستني يشوف موقف في النادي الاهلي والجهاز الفني منه، وبعدها هيفضل العرض الخارجي عن العرض المصري، وحابب لو مش هيلعب مع النادي الاهلي في مصر فيبقى موجود في نادي عربي، يعني عشان يفضل علاقته مع النادي الاهلي عظيمه، وان كان يعني مثلا سعد سمير موجود دلوقتي في نادي فيوتشر وعلاقته مع النادي الاهلي عظيمه وفيها ترابط كبير. ماشي، دي حكايه. النادي الاهلي بعد مباراه السوبر يوم الجمعه الماضيه خد راحه من المران يومي السبت والحد. الفريق هيرجع يتدرب يوم الاثنين عشان يستعد لمباراه الترجي التونسي يوم الجمعه القادمه ان شاء الله في 10 مساء على ملعب رادس دون جماهير، وهكلمكم في حته دون جماهير ديت عشان فيها كلام. بعض اللاعبين في النادي الاهلي تخلفوا عن رحلة الفريق إلى القاهرة من الإمارات، فضلوا في الإمارات شوية. كابتن سعد حفيظ بعت لهم رسالة صوتية على الواتساب وأكد لهم إنهم لازم يبقوا متواجدين في مران الفريق يوم الاثنين. الاثنين تحديدا اللي تخلفوا عن الفريق أو رحلة الفريق إلى القاهرة كان محمد الشناوي ومحمد هاني، فضلوا في الإمارات، وهم الاثنين دول شناوي وهاني ومعاهم كهربا، فضلوا في الإمارات لما عرفوا إن الفريق أجازة والنادي الأهلي سمح لهم بده. بس كابتن سعد عبد الحفيظ بعت لهم وبعت لكل اللاعبين ان هم لازم يبقوا موجودين في مران الفريق يوم الاثنين، وما يبقاش فيه اي نوع من انواع التاخير. انا قلت لكم كهربا والشناوي ومحمد هاني، وضيف عليهم كمان احمد عبد الهادي، دول الاربعه اللي لسه موجودين في الامارات وهيرجعوا على مران الفريق يوم الاثنين ان شاء الله. طيب، مارسيل كولر بالمناسبه كمان طلب من الجهاز المعاون يعملوا له تقرير مفصل عن فريق الترجي. الترجي بالمناسبه خسر منذ لحظات من الأفريقي التونسي بهدف في اللحظات الأخيرة في الدوري التونسي، وقبلها كان خسر من الصفاقسي أيضا بهدف دون رد، مباراتين على التوالي في الدوري التونسي يخسرهم الترجي قبل مواجهة النادي الأهلي. ضيف على ده كمان أن معاذ بن شرفية الحارس الأساسي لم يشارك في المباراة اليوم، مباراة الأفريقي، بسبب الإصابة، والظروف في الترجي يبدو أنها فنية مش في أفضل أحوالها. كل دي أمور بالنسبة للنادي الأهلي يعني تديله أفضلية بشكل أو بآخر على نادي الترجي. في المقابل الأهلي يعني الناحية التانية كسبان سوبر مصري، ماشي في الدوري بشكل كويس، حالته الفنية جيدة جدا، فإن شاء الله الأهلي يبقى ليه أفضلية. ضيف على ده كمان أن الترجي هيلعب دون جماهيره. نادي الترجي بالمناسبة قدم احتجاج للكاف بخصوص العقوبة اللي وقعت عليه بإيقاف النادي، أو مش بإيقاف النادي، حرمان النادي من جماهيره في 4 مباريات، منهم 2 مع ايقاف التنفيذ، هينفذ 2، اول واحده فيهم هتبقى مباراه الاهلي القادمه. الترجي قدم احتجاج عشان الجماهير تبقى موجوده في ملعب المباراه في مباراه النادي الاهلي. اقول لك من دلوقتي انه غالبا الاحتجاج هيرفض، والنادي الاهلي يترقب هذا الامر بالمناسبه، يعني برضه عايز يشوف اللي هيحصل ايه، بس النادي الاهلي لا يتدخل في هذا الشارع، ولكنه يترقب فقط، بيشوف التحركات كلها. اللي اقدر اقوله لك انه بنسبة 99.9 مش بقول 100% عشان الله أعلم بالغيب، بس 99.9 النادي الأهلي يواجه الترجي يوم الجمعة القادمة في ملعب رادس دون جماهير الترجي، فريق الترجي التونسي. ومرة أخرى بحب دايما أكرر القصة دي، مفيش حد في الكون بيحب كرة القدم يحب أي مباراة تقام بدون جماهير، بس احنا بنبص على الافضليه، كل دي حاجات مميزات بياخدها النادي الاهلي. الترجي يلعب من غير جماهير وبقت ميزه للنادي الاهلي، الترجي حالته الفنيه في اخر مباراتين في الدوري التونسي مش جيده، دي ميزه للنادي الاهلي، بيخسر اخر مباراتين قدام الصفاقسي والافريقي، كل دي مميزات احنا بندور على مصلحه النادي الاهلي احقاقا للحق يعني، بس اكيد نحب دايما ان الجمهور يبقى موجود في كل الملاعب. النادي الاهلي في الساعات اللي فاتت ارسل خطاب للجهات المعنية يطلب فيه حضور الساعة الكاملة
للجماهير في استاد القاهرة خلال مباراة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 19 مايو بعد أسبوع من مباراة الذهاب. إن شاء الله الاستاد يتملي عن آخره، إن شاء الله جمهور النادي الأهلي يكون سند وعون للنادي الأهلي للصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا عشان يصعد النادي الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا. وبعد كده نتكلم بقى كلام كبير جدا، كلام كبير جدا. بالمناسبة الوداد كان ماشي جريده وعنده مباراتين صعبين جدا امام سان داونز في نصف النهائي، كل التوقعات ان سان داونز هيصعد وانا من الناس دي، تمام؟ يجينا بقى سان داونز ان شاء الله. يعني خدوا بالكم ان مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا هذا الموسم ذهابا ايابا، ذهابا ايابا، كيف عدل الامر تاني؟ لو تفتكروا السنتين ثلاثه اللي فاتوا كانوا المباراه واحده فقط، مباراه واحده فقط في ارض المفروض محايده، يعني ما كانتش بتبقى في ارض محايده بس المفروض في ارض محايده. هو لغى القصه دي ورجعها تاني ذهابا ايابا، مباراه في ارض مصر ان شاء الله لما يبقى النادي الاهلي يصعد، ومباراه العوده خارج مصر باذن الله. بس النهائي ده لو الاهلي صعد للنهائي هيبقى مباراه الذهاب في القاهره والعوده هناك في اي ملعب بقى، غالبا هيبقى جنوب افريقيا غالبا. يعني ان شاء الله كمان باذن الله الاهلي يصعد امام الترجي. بمناسبه الترجي، ياسر ابراهيم ما لعبش مباراه السوبر اللي فات، السوبر المصري اللي فات، وكان بيلعب محمود متولي. ياسر ابراهيم كان يعاني من اصابه في الكاحل حصلت له في مباراه الرجاء في اياب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا. ياسر ابراهيم الان بقى جاهز ومستعد طبيا وبدنيا انه يشارك مع النادي الاهلي في مواجهه الترجي يوم الجمعه القادمه. الحمد لله على سلامه ياسر ابراهيم، من اهم الاوراق اللي الاهلي هيبقى محتاجها في هذه المواجهه، خاصه لو ما لحقش النادي الاهلي يطمئن تماما على حاله محمود متولي الصحيه. طيب نسيب الاهلي والزمالك نروح للنادي المصري. النادي المصري النهارده اعلن بشكل رسمي الجهاز الفني الجديد للفريق بعد رحيل التوأم حسام وابراهيم حسن. الجهاز الفني الجديد للنادي المصري فيه الكابتن ميمي عبد الرازق مديرا فنيا للفريق، ومعه الكابتن احمد الكاس في تجربه ثانيه في الدوري الممتاز بعد تجربه سابقه كمدرب عام في طلائع الجيش، والكابتن طارق السيد ايضا مدرب عام، ودي اول تجربه للكابتن طارق السيد في الدوري الممتاز، كان دائما مديرا فنيا في دوري الدرجه الثانيه، ومعه الكابتن محمد معوض مدربا مساعدا، والكابتن خالد عبد الله مدربا لحراس المرمى، ومجدي الالفي طبيبا للفريق، مع الدكتور احمد جاب الله اخصائي تاهيل ومعد بدني، والكابتن محمود جابر مديرا اداريا، والكابتن احمد منصور اداريا. ده الجهاز الفني الكامل للمصري. طيب نروح بقى للاتحاد الكره المصري. اتحاد الكره المصري كان متعاقد مع شركه سويسريه، او الشركه السويسريه دي كانت متعاقده مع الاتحاد المصري انها هتخلي المنتخب المصري يلعب مباراتين وديتين مع منتخبات اوروبيه. اول مباراه في العقد دوت كانت مباراه بلجيكا، المباراه الثانيه ما اتلعبتش، مباراه بلجيكا اللي كانت في نوفمبر الماضي، فاكرين الجول بتاع مصطفى محمد الجول الحلو ده، المباراه الثانيه ما اتلعبتش. الشركه السويسريه دي بقى بتهدد اتحاد الكره بمقاضاته في حاله عدم اقامه مباراه وديه ثانيه لمنتخب مصر مع منتخب اوروبي وفقا للعقد المبرم بين الطرفين. نحل امورنا، نحل امورنا ومشاكلنا. انا مش عارف، انا كل ما الاقي اتحاد الكوره داخل في مشكله بتجنن، بيدوروا يعني مش عارف، بس دايما تلاقي في مشكله جنب اتحاد الكوره، مش المفروض ده يحصل بصراحه، وادام في عقد يتم تنفيذه. انا طبعا مع يعني ممكن مثلا يكون الشركه السويسريه دي مثلا عليها، بس احنا لما سالنا ما فيش اي مشاكل مع الشركه السويسريه، ففي عقد، في ماتشين نلعبهم وخلصنا، ما نعملش بقى مشاكل وقضايا وفيفا ومحكمه وقانون وحاجات كتيره جدا بنخش فيها بدون داعي. ده خبر بالنسبه لاتحاد الكره المصري. روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بمناسبه المباريات الوديه رفض مواجهه البرازيل او المغرب وديا في شهر يونيو اللي جاي. مصدر باتحاد الكره قال لنا ان فيتوريا بيرغب في مواجهه منتخبات من التصنيف الثاني حتى يواصل تحسين ترتيب الفراعنه في تصنيف الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا قبل تصفيات كاس العالم 2026. مش عايز يلعب البرازيل فيخسر، مش عايز يلعب المغرب وهي في افضل احوالها ويخسر فالتصنيف ينزل تاني، هو عايز يحسن التصنيف. دي فكره كويسه، دي مش خوف من المنتخبات، بس المخاطره اكبر لما تلعب البرازيل او المغرب وهي رابع العالم في احسن حالتها على الاطلاق، هيبقى عندك مشكله، ممكن تخسر، الاغلب انك تخسر. مش خوف، بس انت دلوقتي بتدور على حاجه تانيه خالص، انك تحسن تصنيفك في
ترتيب تصنيف منتخبات الكرة في العالم. النهارده في كأس مصر دول 32 سموحة فاز على ألو إيجيبت 2-1، محمد سليمان تقدم لألو إيجيبت في الدقيقة 17 وبعد كده تعادل حسين فيصل لفريق سموحة في الدقيقة 51. دي الأهداف أمام حضراتكم. بعد كده أحمد مصطفى سجل هدف الفوز لسموحة في الدقيقة 75 برأسية. أحمد مصطفى مش من اللعيبة اللي بتلعب برأسها كتير، لاعب قصير وهو صانع ألعاب أصلا، عمل كرة رأسية حلوة فاز بيها سموحة بهذه المباراة. في مباراة أخرى الداخلية تعادل مع أسوان 2-2 في الوقت الأصلي وفاز بضربات الترجيح 4-2، فريق الداخلية تقدم لكمبادي في الدقيقة 21 وتعادل إسلام جمال لأسوان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، وبعد كده سجل محمود طلعت الهدف الثاني للداخلية في الدقيقة 68، لكن أسوان تعادل مرة أخرى قبل نهاية المباراة مباشرة تحديدا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق مصطفى عبد الرسول في ضربات الترجيح، رغم أن أسوان كان خلاص قرب ورجع له الأمل تاني قدر يفوز فريق الداخلية 4-2. مباراة أخرى كانت سهلة بشكل كبير جدا لفريق سيراميكا كليوباترا أمام ذا كيرنس، فاز 5-0 فريق سيراميكا كليوباترا. ميدو جابر سجل الهدف الأول في الدقيقة 9، بعد كده أحمد ياسر ريان سجل الهدف الثاني في الدقيقة 45، وأضاف الثالث أحمد رمضان بيكهام في الدقيقة 53، ثم الهدف الرابع سجله أحمد جمال في الدقيقة 60، وأخيرا كونستانت وايو سجل الهدف الأخير والهدف الخامس لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 90. الهدف أمام حضراتكم، الهدف ده جامد جدا، حلو قوي، تصويبة رائعة جدا، شوف القعدة حلو حلو. طيب معانا دلوقتي دكتور عمرو عصام طبيب النادي الاهلي لكره اليد، مش معانا دلوقتي، مش معانا، طيب هو لسه مش معانا دلوقتي، بس هو قال لنا خبر مهم جدا جدا بالنسبه لعلي زين، قال لنا ان الاشعه اثبتت اكيد يعني اصابه علي زين بمزق في عضله السمانه وتاكد غيابه عن بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد، هو هيحتاج فترة علاج 3 أسابيع وبعدها يعود مرة أخرى للملاعب. والكلام على لسان دكتور عمرو عصام طبيب النادي الأهلي لكرة اليد، مرة أخرى علي زين تأكد إصابته بمزق في عضلة السمانة ومش هيلحق كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد مع النادي الأهلي، هيغيب أو هيحتاج فترة علاج 3 أسابيع، رغم أن حاجة تزعل، رغم أن حاجة تضايق علي زين، بس برضو الحمد لله أن الإصابة ما كانتش أكبر من كده، زي ما كان الكابتن إبراهيم المصري قال لما وقع مسك ركبته فكلنا تخضينا لا قدر الله، يعني طلعت العملية أبسط من اللي احنا كنا متخيلينه، وإن كان طبعا خسارة كبيرة للنادي الأهلي غياب علي زين عن هذه البطولة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية. بالمناسبة علي زين ما زال في المستشفى يتلقى العلاج والفحوصات حتى هذه اللحظة. بعد الفاصل هيشرفني وينورني الكابتن أحمد عبد المقصود المدرب العام السابق لنادي الزمالك، خليكم. We'll be right back.
يعد أحمد عبد المقصود واحداً من أبناء نادي الزمالك المخلصين بعدما قضى أكثر من 20 عاماً داخل القلعة البيضاء. انضم النجم الذي ولد في عام 1977 لمدرسة الكرة عام 1986 في عمر 9 سنوات ليرتبط بالنادي الأبيض منذ ذلك الحين. اتجه صودا للتدريب عام 2001 في القلعة البيضاء وبدأ بتدريب مدارس الكرة، وتم تصعيده ليتولى تدريب فرق الناشئين كمساعد مدرب أو مدير فني حتى عام 2014. قبل أن يخوض تجربة احترافية كبيرة في عالم التدريب بداية من عام 2014، وذلك عبر بوابة الدوري السعودي مع فريق الشباب ثم لنادي النجم السعودي، وتغلب على أهلي جدة واتحاد جدة في ملعبيهما، ثم كمدرب عام لفريق العروبة الإماراتي في عام 2016 وشباب التعاون السعودي في عام 2017 بجانب 3 محطات متتالية في السعودية كمدرب عام لفريق الشعلة ومدرب عام لفريق الكواكب السعودي وأخيراً فريق الصقر في عام 2021. ولم ينس عبد المقصود بيته نادي الزمالك الذي طالما كان حريصاً على تقديم خدماته وعطائه للفريق وللنادي بداية من موسم 2016-2017 كمدرب عام قبل أن يعود مجدداً مع البرتغالي جيزوالدو فيريرا. وشهدت مسيرته التدريبية العديد من الإنجازات المميزة، حيث قاد شباب التعاون السعودي لحصد بطولة المملكة والمنطقة لأول مرة في تاريخ النادي، بجانب الصعود بفريق الصقور السعودي للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخ النادي. وساهم عبد المقصود مع الفارس الأبيض في التتويج بالدور المصري وكأس مصر مرتين لكل بطولة، والسوبر المصري مرة واحدة في عام 2017 لتكون حصيلة ما حققه مع القلعة البيضاء 5 بطولات في مسيرة تدريبية ناجحة لواحد من أبناء القلعة البيضاء. يا اهلا بحضراتكم مرة أخرى. بصوا، هو في مدربين موجودين في العالم كله مش بس في مصر، يعني بيبقوا مدربين عشان هم كانوا نجوم كرة كبار، يعني نجوم الصف الأول في كرة القدم. وفي مدربين تانيين برضو في العالم كله وفي مصر اللي بيجابوها من تحت قوي، مش عشان أسمائهم كانت كبيرة كلاعيبة كرة، لكن عشان بيحاولوا يعملوا اسم كبير كمدربين. واحد من الناس دي كابتن أحمد عبد المقصود المدرب العام السابق وأيضا المدير الفني السابق لنادي الزمالك. كابتن أحمد، مشرف ومنور. أنا ليك كريم، والله أنا سعيد جدا أنا معاك، وشكرا جدا على المقدمة الجميلة. أقل من حقك. أخبارك إيه؟ كله بخير؟ بخير الحمد لله. حبيبي، اللي انا كنت لسه بقوله من شويه، عشان ناس كتيره ما تعرفش، ناس كتيره اكتشفت الكابتن احمد عبد المقصود في الجهاز الفني الاول لنادي الزمالك، بس مش كتير يعرفوا الكابتن احمد عبد المقصود عمل ايه عشان يوصل لهذه المنطقه الى ان يصل كمان لمدير فني لنادي الزمالك. انا ابن نادي الزمالك، انا جيت في دخلت الاختبارات وانا عندي 9 سنين سنه 86، وتدرجت بفرق الناشئين طبعا لغايه 20 سنه، اتصعدت فريق اول انا تحت 20 سنه. اتقيت في الاول موسم 98-99، كان ساعتها برضه زي السنه دي كده، كان في 25 وخمسه تحت السن. انا كنت ضمن الخمسه، فوقعت على رجلي وكنت رايح اعاره في من ضمن الخمسه دول، اعاره مع كفرو جعفر نادي بيت المحله. فوقعت هناك ورجعت تاني، كان يعني في العلاج، فقعدت موسمين. طبعا كنت لسه صغير، فقال لك لا مش هنصفر مثلا لسه ولد صغير بره مصر، كانت لسه عمليه صعبه عكس دلوقتي، يعني دلوقتي بقت سهله اي حد بيعملها يعني. فاتعملت غلط هنا في مصر، فعدتها تاني بعد 6-7 شهور. فتعامل برضه غلط، فضلت موسمين، فقعدت موسمين عملت فيهم 5 عمليات في رجل الاثنين، في يعني هنا وهنا، يعني مسامير هنا وهنا، فدي خلتني احاول العب تاني. مثلا لعبت في البتروجيت سنه، شير الدخان سنه، بس لقيت نفسي مش قادر، يعني مش قادر خالص. فوانا حتى وانا بلعب خدت دورات، يعني كنت انا حاسس ان انا مش هبدا بدري. رحت جيت بقى مسكت في نادي الزمالك في مدرسه الكوره سنه 2001. اشتغلت 3 سنين، دكتور محمود سعد قامه كبيره طبعا، نقلني للناشئين، وخدتها برضو من تحت بقى قوي، مساعد ومدير فني لغايه تحت 20 سنه، كنت ماسك 2013 او 12 كمان،
ماسك المدير الفني لفرقة ال 95 اللي فيها اوباما ويوسف محيى الله يرحمه. فبعد كده خدت بقى بره، سافرت بره السعودية، مسكت فريق نادي النجمة لفريق الناشئين هناك. كانوا بيلعبوا دوري ممتاز هم يعني، فالحمد لله يمكن هم عمرهم ما كسبوا الاهلي ولا الاتحاد ابدا، انا كسبتهم على ملعبهم، فده اللي كان فرق ان كان هدف الفرق البقاء في الدوري. صحيح. فالحمد لله يعني حتى الان ما فيش، ما هم لسه طبعا بيطلعوا وينزلوا او هم تحت حتى دلوقتي. فبعد كده نقلت جيت تاني بعد كده مصر، مسكت فرقه 2001 اللي فيها كل لعيبه حسام عبد المجيد وفي ناس كتير وحاتم وحسام اشرف واسامه فيصل الجيل احمد عيد في 7 8 دلوقتي بيلعبوا يعني. خدت بيهم بطوله الشيخ زايد في الامارات. بعد كده اتنقلت مع، رحت مع كابتن طارق مصطفى، كنت بلعب عبد العزيز، رحت نادي العروبه الاماراتي 3 شهور، وبعد كده المستشار كلمني اجي مع كابتن مؤمن سليمان نادي الزمالك 2016. كملت، خدنا كابتن مؤمن مشي، اشتغلت مع كابتن محمد حلمي، خدنا كاس السوبر، قدمت استقالتي بعديها ورحت نادي التعاون السعودي فريق الشباب، خدت بطوله المنطقه والمملكه لاول مره في تاريخ النادي. انا بحب اعمل حاجه ولو في حاجه كويسه او انجاز وامشي يعني. رحت بعد كده مع كابتن مؤمن سليمان تاني نادي الشعلة السعودي. وبعد كده رحت مع كابتن اسامه نبيه الكوكب السعودي. وبعد كده جيت نادي الزمالك، اشتغلت في 2001 تاني سنه كورونا، كنا خلاص داخل ناخد دوري الجمهوريه، كنا فارقين على كسبنا الاهلي، مصر كان في الاهلي اللي هو اللي في الاحتفال ده، فانا بالاهلي كسبنا الاهلي وكان فرقين 10 نقط عن الاهلي و8 عن انبي بفضل 5 ماتشات يعني، دوبك هم ماتشين بس تكسبهم ناخد دوري. حصل الكورونا فاتلغى الدوري خالص. بعدين رحت مع كابتن برضه مع كابتن اسامه نبيل، رحنا الشعلة السعودي، رحت الصقر السعودي، مسكت الفريق اول، خدت بطوله المنطقه وخدت بطوله المملكه برضه لاول مره في تاريخ النادي، وصعدنا درجه ثانيه اول مره برضه في تاريخ النادي. سبتهم جيت نادي الزمالك مع مسك كارتيرون، خدنا دوري، مشيت رحت نادي الصقر تاني، قعدتهم في الدوري رابع الدوري هايل في اول مره. جيت بعد كده على مع مسافريرا، خدنا دوري وكاس والحمد لله يعني، الحمد لله خدناها من تحت كويس. مسيره تدريبيه محترمه الحمد لله، مسيره فيها كفاح يعني، مش اللي هو ما هو زي ما انا قلت لسه كنت بقول في نجوم بيبقوا مدربين عشان هم كانوا نجوم كوره، لكن انت راجل زي ما بيقولوا جابها من تحت قوي يعني. بص يا كريم، انا عندي اقتناع من ان اتعب واجتهد وعندي يقين في ربنا سبحانه وتعالى ان هو هيكرمك، هيكرمني على تعبي، فدايما عندي غيره ان انا اعمل احسن حاجه، اتعب اقصى حاجه. صح. خش في الجد بقى، اتفضل. جاهز. لازم الاول نقول كلام حبيبي. حبيبي الله يخليك. زمالك موسم اللي فات موسم رائع جدا في كل شيء، بالعكس ده اكثر من رائع، ده اكثر من التوقعات. لو تفتكر الموسم اللي فات جماهير نادي الزمالك والمتابعين يقول لك اقصى طموح نادي الزمالك انه ياخد مركز تاني ويلعب في دوري ابطال افريقيا، لا كان في طموح دوري وليه اسبابه، ان انت عندك ايقاف قيد، عندك اصابات، عندك لاعبين راحلين، فكل الظروف كانت في وشك، ورغم كده الزمالك عمل موسم استثنائي. طبيعي وانت في الظروف الصعبه دي تمام انك ما تعملش موسم استثنائي، بس عملت الموسم الاستثنائي. لما الظروف تحسنت الموسم اللي بعده رجع الزمالك للورا في مفاجاه لكل المتابعين مش بس جماهير نادي الزمالك. ده سؤال عام في الاول، ايه اللي حصل؟ اول نبدا من الاخر، الظروف تحسنت، لا ما تحسنتش، بقت اصعب. ظروف النادي اصعب، حتى مع تدعيمات وصفقات جديده اصعب برضه، ما فيش محجوز عليك الفلوس، لا صعبه جدا. نرجع بقى للاول، يعني احنا كنا لما جينا مع بسافيرا جينا شهر 3، الفرقه كانت فيها عناصر كويسه، كان لسه فيها مع طارق حامد موجود، اشرف بن شرقي موجود. فالفتره دي الدفعه المعنويه في الفرقه والناحيه البدنيه بتاعت مسك كارتيرون برضو من النوع اللي عايز اشكره يعني، الراجل ده بيوقف فرقه بدني كويس قوي. فاحنا جينا في النص الثاني من الموسم، فبالتالي المخزون اللعيب البدني موجود معاك. فده كمل معانا، ومسافرك لسه جاي. كان في فترة وقعنا كذا ماتش في الدوري انبي والجيش، وحصل هزة مع خروج من افريقيا، دي شوية عملت يعني شحن لعيبة شوية، فكملنا كويس وكملنا وخد الدوري وكاس في ظروف طبعا اعجازية يعني. كانت برضه يعني برضه كان في فرق، برضه كان في ناس ماشية يعني، يمكن اشرف بن شرقي اخر 7 ماتشات ما لعبش معانا، طارق تقريبا ما كانش بيلعب، وطارق بالظبط طبعا، فهي ظروف برضه كنا كان في شغل كويس، كان في ترابط حلو، كان في
كله من الجمهور بالاداره باللعيبه بالجهاز بكله كله كانت فتره صعبه جدا فعديناها والامور مشيت معانا كويس وتعبنا اجتهدنا خدنا دوري وكاس في اقل من شهر مثلا. صحيح. فده اللي فرق. اللي حصل بعد كده ان احنا دخلنا ما ريحناش او الراحه اللي خدوها اللعيبه قبل ما اخش على الموسم الثاني والراحه. هل تنسب جزء من فضل الموسم الماضي في نجاح الموسم الماضي لكارتيرون؟ بص اقول لك حاجه، اي حد اشتغل في الموسم لازم ليه كارتيرون او غيره يعني. لو في حد ثاني انا اعتقد مثلا كارتيرون هو اللي كان اللي احنا جينا معاه برضو من سنه خد الدوري انا وبعد كده كابتن سامي بيه مشي وانا مشيت قبله كمان رحت السعوديه هو كمل وبعد كده جينا احنا بعدي. فاي حد طبيعي ما دام شارك ومسك ان شاء الله ساعه ده حقه ليه طبعا ليه. عظيم. نخش بقى على الموسم اللي بعد كده. خلصنا الموسم الاول بكل نجاحاته الاستثنائيه ده. ايه اللي حصل بقى في بدايه الموسم الجديد اللي هو الموسم مش حاجه واحده بتبقى في يعني بتبقى في عوامل كتير يعني يعني من ضمن العوامل مثلا انت ما خدتش الراحه الكافيه زي باقي الانديه. انت دخلت على سوبر لوسيل على طول بعد الدوري يعني اخر ماتش في الدوري كان يوم 28/8 كان يوم 9/9 سوبر لوسيل فما خدتش الراحه الكافيه بين الموسمين. دي برضو يعني مهمه جدا يعني في لعيبه خدت راحه اللي ما لعبتش في الماتش الاخراني بتاع ايسترن كومبن فخدت 9 ايام راحه وبعد كده جت اتضربت 4 ايام ولعبنا ماتش سوبر لوسيل. تمام. دي برضو مشكله. دي كانت غلطه يعني غلطه انك تلعب البطوله دي. لا العب كمل تكمل ورايح بعديها ان انت خدت راحه يعني 9 ايام كتير ان انا ارجع بعد كده 4 ايام بس والعب. وبعدين كده برضو كان في مشكله عندنا كانت في ثقه زايده شويه يعني ثقه زايده بعد ما كسبت الدوري والكاس. الدوري والكاس عند اللاعبين والجهاز الفني ولا اللاعبين بس؟ اكيد كله لاعبين وجهاز فني طبعا. اللي بيدلك على كده التصريحات اللي بتطلع مثلا من الجهاز الفني او من اللعيبه ان انت خلاص يعني احنا المفروض نبني على كده. فدي ده سبب برضو تاني. انت كلمني ان الموسم الماضي كان في تواضع وفي صمت وفي تركيز بالظبط فانت كسبت. لما بدات انا هتكلم انا لو انت مش لو انت عندك حركه لما بدات تصريحات فريرا تبقى قويه شويه وبتركز مع المنافس بدا يحصل فيه تشتيت. بالظبط صح كده. دي تاني حاجه مع ادي الثقه زي ده قلنا وعدم الراحه. في حاجه برضه ثالثه برضه ان احنا اتغيرت طريقه اللعب. يعني احنا ما كملناش على نفس الطريقه اللي احنا هو ده كان اكبر لغز عند الجميع. طريقه اللعب دي كانت مشكله برضه وتغيير مراكز اللاعبين برضه. فحط العوامل دي كلها وبرضه في نقطه برضه مهمه جدا 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 ان العناصر الجديده لما جت دخلت على طول. لا المفروض انا ابدا بالذات ماتش بطوله يعني ماتش السوبر ده ماتش واحد بطوله والسوبر المحلي الاهلي ده ماتش واحد برضه بطوله. وده انا ابدا بالناس اللي موجوده اللي تعبت معاك اللي فنشت معاك دوري وكاس حتى بالصغيرين وادخل الجداد واحده واحده. صح. ان طبيعي اللعيبه الجداد دي برضه في لعيبه اتحرقت كتير. في لعيبه الفتره دي اتحرقت كتير منهم مثلا زكريا الوردي. طبعا. لعب كويس جدا. طبعا. اتحرق مش مكانه. حكايه زكريا الوردي. لعب كويس هو 6 هو لعب 8 بس. ما انا بقول لك في لعيبه يعني في لعيبه مش كل اللعيبه تنور على طول. في ظروف في الشخصيه لوحده في اللاعب نفسه وفي ظروف في مكانك والنادي وكده. انت ما فيش لعيب يعني جبت 6 لعيبه هل 6 لما يجي هيبقى كلهم مره واحده كويسين؟ لا طبعا. لا ممكن واحد يبقى كويس من اول الماتش. صح. ممكن واحد بعد اسبوعين ثلاثه، ممكن واحد بعد شهر، ممكن واحد بعد 2، ممكن واحد بعد موسم. صح. خلي بالك موسم يعني اشرف بن شرقي اول موسم ما كانش موجود. مظبوط. مش هو اشرف. صح. جاب ثاني موسم وثالث موسم. صح. زيزو نفسه لو تفتكر. صح ومش صح. فهي طبيعي ده طبيعي يعني حتى الناس. صح. حتى اللي بتقول لك مثلا سامسون ولا نصبر شويه. نصبر يعني هو سامسون في امل؟ مفيش لعيب ما فيهوش امل. انت لو شفت الفيديو بتاعه خطير يعني. يعني الفيديو بتاعه يعني اي حد يشوفه ده حاجه. بمناسبه الفيديوهات يا كابتن احمد، وانت راجل اشتغلت في مصر وبره مصر، هل فقط تكتفي بفيديو؟ يعني واحنا دلوقتي في 2023 يعني هو فيديو انا معلش يا كابتن احمد، انا ممكن وانا بلعب مع اصحابي هعمل لك فيديو وانا بعمل دبل كيك وبراوغ وبعمل بقول لك اي لاعب في الدوري المصري حتى لو احنا متابعينه كل يوم وعارفين ان هو مستوى وحش قوي ممكن يتعمل له فيديو حلو بلمسات لطيفه. دي حاجه انا بقولها واكيد حضرتك عارفها مش بعرفها لك يعني. فهل فقط الاكتفاء بفيديو عشان ضم سامسون اكينولا؟ ما هو الفيديو بيبقى امتى؟ مش 4-5 سنين اخر موسم. احصائياتك ايه؟ لعبت قد ايه؟ ايوه شاركت قد ايه؟ دي نقطه مهمه بقى في ارقام وفي ما بالظبط انا الفيديو. لا ما هو فيديو ما هو فيديو معاه كل حاجه معاه الداتا كامله. كامله عظيم. هي دي فهي دي اللي يعني خدعت. يعني ما هو وارد لعيب ما يوفقش دلوقتي. ممكن يوفق بعدين. ممكن ما يوفقش خالص. وارد ما هو برضه في نادي منافسي طبيعي في لعيبه مش على كله اللي جوه من ناحيه ثانيه مثلا او هنا او هنا او في نادي كله بيعلى او كله بيلعب او كله بيمشي. لا ممكن 7
جبت 6 لعيبه 7 لعيبه ممكن 2 منهم يقعوا منك طبيعي ده يعني ده طبيعي مفيش. بس هو في الوردي لعيب كويس جدا جدا صح. هو رقم 6 مش 8 فلما لعب هو الولد عاطفي شويه فلما جه مس باص ماتش الاهلي وبتاع اتاثر جامد ان هو كان بيلعب 8 برضه ودي غريبه برضه يا كابتن احمد انا استغربتها برضه يعني ايه لعيب هو صغير على فكره هو صغير بس برضه حتى لو صغير وجه اتاثر نفسيا وقال انا عايز امشي احنا بنقعد معاه وبنتكلم معاه شخصيات ده كريم لا انا بكلمك اكيد قعد معاه اكيد اكيد الادارات معاه واكيد اكيد قعد معاه يعني اكيد ده اكيد مش عايز امشي يمشي بالظبط بس انا بقول لك في هي بتبقى شخصيات يعني هي بتبقى شخصيات بتمشي معاك مشيتش هو مش قادر يستحمل هو اول لسه صغير حتى والدته كانت تعبانه في المغرب وعايز يعمل يعني كانت جت مصر تعبت عايز يعمل عمليه وخايف يعملها هنا برضه كانت قصه برضه الواد مشغول بره الملعب كمان يعني هو كان عنده حاجه شخصيه كمان اللي دفعته للرحيل بالظبط فهي دي فاللعيبه لما جت دي دخلت مره واحده على السوبر وهم لسه جايين مثلا مفيش اسبوعين 3 شهر ولا كام شهر حتى ان احنا انت انا قايل لك لعبت مفيش اقل من اسبوعين لعبت الماتش بتاع السوبر فكان لازم تكمل بنفس المجموعه دي تبدا بيهم طب كابتن احمد هل كل اللاعبين الجدد الصفقات الجديده كلها وافق عليها الجهاز الفني ولا في تدخل او مش تدخل لجنه الكره رشحت حاجه الاداره رشحت حاجه يعني ما هو برضه مسافره مش هيعرف اللعيبه دي كلها هو بيشوف فيديوهات وبيشوف داتا كامله لكل لعيب مفيش لعيب قال جه ما قالش عليه لا واقف يعني يعني ما قالش على ده لا او بل بالعكس ان في لعيبه كانت جايه وقال لا قال لا يعني في لعيبه كانت جت بصراحه ومضت كمان وقال لا ومش لعيبه مصريه وقال لا مش عايز مش يعني عايز انا في لعيبه كل اللعيبه جم المصريين او الاجانب هو كان موافق عليهم يعني ما يعني شاف اليوم مره واثنين وثلاثه هو الجهاز الاجنبي كله شافهم يعني كان متمسك جدا بمروان عطيه صحيح؟ والله ما اطرح اساسا في الاسم معاه انا ما انا مستغرب يقول لك كان عايز والله ابدا في النهايه اصلا ما طلبوش والله ابدا دي مفاجاه دي طلبوا فين يعني مع يعني بس كل الكلام انه فيريرا عايز مروان عطيه فيريرا يوسي ما بيقدرش ضمه فمروان انا قدامي والله ما شفتش كده والله خالص ولا الهوا لا 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 ولا انتوا كده طبعا لعيب كويس طبعا ما حدش يعني ينكر يعني لا كويس بس يمكن احنا ممكن نقول بس هو نفسه ما قالش مثلا انا عايز مثلا فلان او عايز يعني او مثلا او اسم مروان مثلا قدامه ما طرحش هو كان بيجي له حاجات بيشوف ايه رايك في ده في كل مركز في كل مركز واحد اثنين وثلاثه بس اداره نادي الزمالك كانت تتفاوض مع مروان عطيه ماشي ما هو شلبي جه مع الاتحاد على ضمان مروان شلبي جه وسيسي جه لا انا اقصد معلش انا اسف يعني لو فيريرا اصلا ما كانش عايز مروان عطيه او لو اسمه لم يطرح ليه اداره النادي كانت تتفاوض على ضمان مروان عطيه انت الاداره بتتفاوض مع واحد واثنين وثلاثه وبنوري الراجل واحد اثنين وثلاثه اوكي فهمت قصدي يعني مثلا شلبي وسيسي جم في اخر 3 4 دقائق في القيد مثلا الراجل ما كانش في دماغه شلبي وسيسي مثلا صحيح صح ولا صح بس جم المشروع اللي جابهم للتقييم في اخر وقت في القيد اخر دقائق يعني صح ولا صح بس هو وافق عليهم وافق بعد كده لكن هو ما كانش يعرف انه في مفاوضات كانت كانت الوقت صعب يمكن هو ما كانش عايز لعيبه ثاني ساعتها باين بس ودي ميزه ان جم في اخر ما برده انا عايز اقول حاجه برده كريم برده اتفضل المدرب بيجي ويمشي وحصلت او حصلت اي حد فاهم النادي هو اللجنه مثلا او كانش في لجنه ساعتها او الاداره او المفروض المناوض باللجنه او النادي انت بتجيب لعيب هي بقى اللي توافق ما توافقش هي دي الراجل بقى اللي يوافق ما يوافقش بس انت مضطر يا كابتن انت راجل دلوقتي مدير فني دلوقتي وانا موجود انت معايا في النادي بتاعنا رئيس مجلس اداره وانت مدير فني لازم اجيب لك اللي انت عايزه عشان انت لو انا جبته دفعت ملايين في لعيبه انت مش عايزها وقعدتهم على الدكه انا كده خسرت كتير هقول لك ماشي ما انا معاك ما هو كان بيجي له داتا مثلا في كل مركز واحد واثنين وثلاثه تختار واحد حل حد مثلا في دول مش عاجبك بنشيله خالص فاهم طب واحد واثنين لو جه واحد اوكي طب ما جاش في اثنين لا هو كان الحوار كده فاهم قصدي لكن هو ما رفضش حد بشكل بات من الاسماء اللي جت اللي دوجهم لا ولا واحد لا في ناس كانت جايه هو رفض خلاص بدري خلاص عظيم احنا لسه مكملين هذا الحوار الممتع والهادئ جدا مع الكابتن الكبير كابتن احمد عبد المقصود المدير الفني السابق لنادي الزمالك خليكم معانا بعد الفاصل القصير اهلا بحضراتكم مره اخرى لسه مشرفني ومنورني كابتن احمد عبد المقصود المدير الفني السابق لنادي الزمالك في حوار مهم نطمن ونريح ونكشف كمان لجماهير نادي الزمالك ما حدث في السابق وما سيحدث ان شاء الله ربما في المستقبل القريب لسه في السابق انا من الناس اللي الناس هجمتني هجوم شرس لما طلعت قلت انه فيريرا ده مدرب بروفيسير مدرب ناجح مدرب كبير على ضوء ما عمله الموسم الماضي وعلى ضوء ما عمله قبل كده في الولايه الاولى
مع نادي الزمالك في 2015-2016. ما كل هذا التحول هذا الموسم في فيريرا على مستوى التكتيك، انت كنت لسه بتتكلم معايا على مستوى طريقه الخطه وتغييرها، على مستوى الانضباط، كل حاجه اتغيرت، مش هو نسخه فيريرا بتاعت الموسم الماضي ولا موسم 2015-2016. بص، مما لا شك فيه ان الراجل ده بروفيسور ومحدش يقدر ينكر ولا يتكلم، سي في قوي، تاريخ كبير، تاريخ عظيم، ده حاجه منتهيه طبعا. ده حاجه منتهيه وكلنا استفدنا منه، واي مدرب انت المفروض انا بشتغل معاه بتاخد تحاول تاخد احسن ما عنده. صح، فده ده حاجه، دي حاجه على جنب، ده كلام يعني محترم. اه دي عشان بس الناس تفصل دي ودي، بس هو برضو اي حد وارد، ما فيش مدرب يكسب كل البطولات. صح، يعني دي برضو لازم يحط الناس برضو تحط دي في دماغها، يعني ما فيش مدرب في العالم جوارديولا ما ولا مورينيو، مورينيو يعني ما فيش حد يا جماعه. دايما اقول كده، المدرب عامل زي اللاعب، في موسم ممكن يجي عليك وحش وممكن يبقى موفق او مش موفق. صحيح، فاهم يعني، ما حدش عايز يخسر عن عمد. صحيح، بس هو موفق او مش موفق، الظروف ماشيه معاه خدمته ولا لا. هي كان الظروف في المرحله الثانيه كانت صعبه شويه. ليه يعني؟ يعني ما انا قلت لك يعني لا سيبك من الحاجات اللي هي عامة، اللي هو مثلا الحاله البدنيه بتاعه الفريق. لا احنا الحاله البدنيه دي مهمه جدا. لا ما اقصدش ان هي مش مهمه، يعني الحاله البدنيه دي، الناحيه البدنيه كانت عندنا متاثره. طيب جدا، انا هخلي سؤالي محدد في الموسم الثاني. ليه غير من طرق لعبه ويبقى في طريقه بتكسب؟ انا متاكد انتوا كجهاز معاون شايفين ده اللي يكسب وما ما كانش بيعملها. ليه حاله الانضباط في الفريق حسينا ان الفرقه فكه شويه؟ حتى الكواليس كانت بتجي لنا حسينا ان الفرقه فكه شويه، رغم انه الراجل ده كان معروف عنه انه بيعرف يحافظ على الانضباط. ليه الحاجتين دول تحديدا، طرق اللعب والانضباط في الفريق؟ ما هو حاجه فنيه، انت قلت اهو طرق اللعب. هو بيحب قوي طريقه 4-3-3. فكان مهما نلعب 3 مثلا 4-3، مهما يلف يلف يروح يرجع تاني 4-3-3. فالطريقه دي مع عدم وجود اللعيبه 8 كتير عندنا، يعني كان عندنا كان الوحيدين انا قلت عليهم هي يلعبوا حتى معاه هو شخصيا امام عاشور وسيف جعفر. في وجود 6 وراهم دول بس اللي ممكن يلعبوا. حته بقى ان هو مثلا لعيبه ثانيه زي الوردي يلعب 8 كانت لا ما ينفعش. سيسي يلعب 8 ما ينفعش. دونجا يلعب 8 ما ينفعش. فهي دي طبعا خدت مننا وقت، يعني خدت من الراجل او من الفرقه وقت كبير، ان انت دي اثرت على الناحيه الفنيه طبعا جدا يعني. الالتزام والانضباط هو ما كانش في الموسم الثاني زي الموسم الاولاني. يعني اول موسم في مواقف كتيره حصلت مع مسافره مع اللعيبه، كان حازم جدا. كان انا فاكر الموقف بتاع ماتش بيراميدز، اني واحد بيراميدز زيزو فتوح، ده موقف انا اللي مش هنساه، موقف السيف الجزيري لما اتاخر وما لعبش ماتش الاهلي. دي حاجه صعبه جدا، الفرقه ناقصه جدا، وخلي بالك اتحلنا عليه كلنا. بس هو كان وجهه نظره وطلع هو صح. صح، وقال لك لا ده لسه جاي امبارح. ايه اللي حصل؟ ليه اختلف؟ ما هو انا اعتقد توقع شخصي الجهاز المعاون، جهاز المعاون كان معاه ان احنا برضو بنتكلم معاه، بس انت في الاخر لما بتتكلم انت بتقول رايك بس. بس هو كان بيسمع اكتر لجهاز المعاون الاجنبي. طبعا طبعا كان بيسمع اليوم طبعا أكتر. طبعا والجهاز المعاون بقى يمكن الناس كلها اللي كانوا معاه، كانت ايمن طاهر مثلا، اللعيبه زي حازم امام لما كان موجود، او اوباما كان موجود معاه في الولايه الاولى. كله اجمع ان هو نفسه متغير عن 2014. وجهاز المعاون كله طبعا غير خالص اللي كانوا فاركو دول. ما هو الفاركو دول كانوا معاه طبعا، كان الميدا كان معاه مساعد مدرب. الميدا طبعا، وكان معاه المساعد اللي كان مع نونو اللي هو بيدرو ده. كان محل اداء 2014 جاي مع الميدا ايه مساعد مدرب، كان محل اداء، وهو كان عايز يجيبه معانا اللي انا عرفته برضه محل اداء، هو رفض عشان يمسك مساعد مدرب في فاركو. في فاركو. ما حاولتوش انت والكابتن اسامه نبيه تتكلموا معاه تقولوا له انت واضح انك شايف الدنيا غلط، واضح انه اللي بيجي لك من المساعدين الاجانب غلط عننا مثلا او عن راينا؟ اكيد قلنا يا كريم، اكيد قلنا واتكلمنا، بس هو برضه يعني كان التاثير اقوى من الناس الثانيه. الناس الثانيه قاعدين معاه 24 ساعه مع بعض في الفندق بتاع يعني اكيد احنا مش عايزين نخسر. واكيد واللي بنا كده احنا يعني كذا مره كنا عايزين نمشي مثلا، وهو اللي كان بيرفض على فكره. يعني هو اللي كان بيرفض، هو اللي كان بيرفض. في مرتين رفض، وفي مره المشاور او امين رفضوا. طب ليه كان بيرفض؟ يمكن بقول لك حاجه برضه الناس برضه ما حدش عارفها. انا لما جيت مشيت رحت البنك الاهلي. اللي حدد التوقيت امير مش انا، يعني حدد هو ايه بعد ماتش بيراميدز في قبل النهائي خلاص امشي. الناس كلموه هو والمستشار، وقبليها بماتشين مثلا ماتش الداخليه. ف
فما حدش كان يعرف ان انا ان احنا نخسر ماتش قبل النهائي من بيراميدز. يعني مين يمكن يعرف؟ طبيعي احنا ماشيين كويس ابطال الدوري ابطال الكاس هتخسر بيراميدز بس لحد اليوم مش انا هو امير. امير رغم انه اتقال وقتها انه كابتن احمد مقصود مشي من ده تاني يوم نزل مع البنك ومشي. لا والله العظيم مشي ومتضايق من فيريرا. ما لا 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 ما هو حاجه برضه احنا في شغل عادي ما في بيحصل يعني مناوشات وعادي طبيعي بس الراجل عمره ما كان في مشكله بينه وبينه ابدا او بينه حتى ما كابتن سامي بيه ابدا كلها شغل كلها شغل بس ان برضه ان الجهاز معاهم كان ممكن بيديله فكره مش كويسه كان ممكن بيتضايقوا ان احنا مثلا نتكلم مع اللاعبين او مع اللاعبين بالذات كمان يعني في موقف مره حصل ان في واحد من المساعدين جه قال كابتن اسامه ما تكلمش مع حد من اللعيبه عشان مسافرنا مش عايز كده. كان كابتن اسامه كان يقدم رسالته فيها او قدم وبرده يعني ازاي يعني كابتن اسامه نبيه بيتكلم مع اللعيب بيقول له يعني عادي في الـ في الـ في الـ ده في الاوضه اوضه اللبس كلام عادي خلي بالك هيحصل كذا يعني كلام اللي هو العادي ده اللي هو الكلام اللي هو ما تقف صح اشتغل صح في العادي زي حد فدي برده كانت صعبه يعني في حاجات حصلت برضو يعني محلق ده مثلا انا ما شفتش مثلا محلق ده في الدنيا ده بيبقى قاعد فوق شفتش مثلا يبقى قاعد في الدكه مثلا في ماتش عشان المساعد مثلا اللي هو روي كان عنده كورونا فيقعد في الدكه مفيش كده بره خلي بالك طبعا بره انا شغال في مفيش كده راجل قاعد فوق شغله فوق بيتابع بالتليفون معاه فما شفتش فكان الموضوع مش يعني برضو انا برضو عايز عايز نقطه يا جماعه لازم يعني السيفيهات بتاعت الناس المساعدين لازم تتشاف كويس وتتقري كويس مع احترامي ليهم يعني لا 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 في حاجات كانت صعبه جدا يعني حتى يمكن المترجم قال له حسني مترجم راجل محترم جدا طبعا. يعني هو عايش في البرتغال متجوز برتغاليه كمان فكان دايما يقول له الناس دي ناس كويسه الناس دي خدوا دوري السنه اللي فاتت ومشيوا يعني اطمن لهم الناس دي خدوا دوري مع مثلا كابتن ومشيوا صح من لو عايزين حاجه كان قعدوا مثلا مشوا مظبوط الناس دي كذا مره يبقى عايزين يمشوا يعني هو كان بتحس ان هو يبقى كويس قوي يجي ومره واحده تلاقي مثلا بحكم ان هم اللي معاه بيقولوا له ايه عنكم يعني بيقولوا له مثلا الناس دي طموحه انها تمسك الفرقه عايزينك تمشي مثلا ممكن وارد وارد مع العلم بقول لك حاجه لو احنا عايزين مثلا جه فتره قال لك مؤامره ومش مؤامره طب اللي بيعمل مؤامره يقعد ولا يمشي اللي عايز يعمل مؤامره بيبقى عايز يقعد يعمل مؤامره عشان يقعد صح مش عايز يمشي مظبوط او يمشي مظبوط صح وده ما حصلش فهو ممكن هم اثروا عليه شويه في الراي شويه في الموسم الثاني بحكم ان هم بقى يعني قاعدين هنا في مصر قاعده حلوه يعني المساعدين انا اعرف واحد منهم مثلا كان شغال بره انا عارفه في النادي اللي انا كنت فيه يعني طبعا الراتب هنا حاجه ثانيه اضرب في اربعه أربعة فطبعا دي يعني انت لا انت هنا قاعد في حاجه جميله ما انا قاعد هنا باخد مرتب اربع اضعاف يبقى احنا بنشتغل كلنا ونحاول ننجح كلنا عشان الفرقه تكمل عشان ممكن ياثر عليك مثلا المرتب ده يكمل نرجع تاني مثلا ممكن اقول لك مثلا ايه في موقف من المواقف الحازمه بتاع الموسم اللي فات ممكن يبقى في موقف اخوه مشابه ليه في الموسم الجديد ما يتخذش نفس القرار الصعب بناء على تدخل الجهاز المعاون الاجنبي مع الراجل فيرجع ورا شويه انت فهمت لا ما فهمتش طب اديني المثل بتاع الموقف بتاع السنه مش هسالك على بتاع السنه دي السنه اللي فاتت يعني مثلا إيه؟ مثلا كان في موقف كان في مشكله فلوس تقريبا فجي في مشكله في ماتش بيراميدز وجي زيزو كان يعني زعلان وحصل في الفلوس في الفرقه في اللعيبه او عنده حاجه كده يعني فخرج من الملعب فلوس زيزو وفلوس اللاعبين حاجه كده خرج من الملعب خرج من الملعب وجه فتوح برضه انا تعبان للتدريب قبل الماتش بيومين فجه الماتش اللي بعده جه ينزل الملعب فالراجل قال لهم لا انتوا مش انتوا مصابين خلاص خليكم بره فلعبنا من غير زيزو وفتوح ماتش بيراميدز وكسبنا 3-2 في ملعب دفاع الجوي هايل طب انت شفت بعد كده زيزو بقى كان عامل ازاي بعديها؟ فوق طبعا جينا بقى فتوح عامل ازاي بعديها؟ جينا الموسم ده حصل موقف ما حصلش بقى ما مش حصل مش موقف. مع دول مش مع دول انا فاهم بس حصل موقف مشابه مع لاعبين وتم التغاضي بالظبط فهو فدي فطبعا دي بس مش هو الراجل شخصيه حازمه هو نفسه حازم بس بحكم بقى برضو الناس اللي معاه لا طب ايه طب برضه متاكد كانت مش كويسه في الموسم الجديد فدي خليته مثلا يتنازل شويه لما طبعا لما تتنازل خلاص الفرقه تفك خلاص انه كله يبدا ما يبقاش ملتزم بالظبط يعني فهو راجل كبير عظيم هل جه عليه وقت فعلا يعني دي من الحاجات برضو كانت بتجي لنا من الكواليس يعني
كان بياخد راي اللاعبين في التشكيل في طريقه اللعب مش درجه كده لا 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 ما حصلش قدامنا كده قال لك اصله كان بيقول لهم انتوا حابين نلعب ازاي النهارده لا 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 مفيش لا الراجل ده مش كده خالص ومفيش درجه كده خلي بالك اللي يعمل كده مع لعيب ده شنق نفسه طيب هقول لك حاجه كانت بالنسبه لي عليها تحفظ كبير وانا قلتها بصراحه هنا في البرنامج كابتن احمد عبد المقصود مشي لا رجع كابتن اسامه نبيه مشي لا رجع وصلت ان فريرا يمشي ويرجع الحاله دي دي تخلي فريق يبقى مستقر باي شكل من الاشكال يعني كنت دايما اقول ايه اللي عايز يمشي يا جماعه خلاص يمشي مش عشان هو غلطان يمشي ويشوف مستقبله والفرقه تركز بس كله رايح جاي بص سيبك من الكلام اللي بيتقال يمشي ويرجع الفعلي مين مشي ورجع انا مشيت ورجعت مره ايوه لما رحت مكان الاسبوع هو اسبوع صحيح وكابتن اسامه مشي وما ما ما رجعش الا لما رجع مسك مدير فني تمام فمره ماشي حاجه بقى التكهنات او الاتحادات دي ما احنا ما نسالش عليها احنا حتى لو كان في حد مثلا قال احنا عايزين نمشي كنا بنقفل الاوضه مغلقه يعني يا جماعه مش ينفع في مشكله في كذا في مثلا ان حماس الجزم معاهم مثلا بيعمل كذا يعني ما كانش حتى في حاجه معانا الراجل طيب شخصيا كان كويس جدا معانا في والله جدا فيريرا لما مشي طلبته ليه ان هو يرجع هو اللي طلب كابتن اسامه ليه هو والعلاقه سيئه ومعلش انا على فكره برضه دي بقى دي معلش هنقف عندها لحظه واحده ادي نفسي افهمها والله من يومها ما فهمتهاش انا اسامه نبيه تمام طموحي ابقى مدير فني وبقيت مدير فني لمين لنادي الزمالك حلو واصلا عندي مش هقول خلافات بس العلاقه ما كانتش اعظم حاجه بيني وبين بص فريق بص قلبك برضه عندي نقفه في دي في حته الخلافات مش في شخصيه الراجل او طبعا في شغل في فتره معينه مثلا يعني او في موقف بيبقى موقف بس بيتحل خلاص او بيعدي اليوم خلاص كابتن احمد انت راجل دلوقتي بقيت مدير فني لنادي الزمالك وبتحب كريم رمزي جدا جدا هل هتروح تطلب انه كريم رمزي يجي مدير فني مكانك نقول كلام بس انا اقول لك حاجه انا حاضر طبعا في الموضوع ده من اوله لاخره يعني كابتن اسامه جه على نفسه وعلى طموحه عشان خاطر نادي الزمالك غلط هو نفسه يقول لك انا غلط لما جه عشان اتقال مثلا ان الراجل فلوسه كتيره الراجل مش عارفين نعمل ايه الشوط الجزائي كبير واللي كان ليه تشغيل لسه كمان فكان مبلغ كبير طبعا والنادي محجوز عليه اوريدي مفيش فلوس فكانت الامور صعبه جدا 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 فكابتن اسامه قال لك ايه خلاص انا احل الموضوع ده اتقال بالظبط فهو هو اللي قال كابتن اسامه قال طبعا يعني انا ما يعني هو قال كده هو كده هو من جواه بعد كده طبعا قال لنا طبعا انا غلط بس هو عمل حاجه ما حدش يعملها هو كان عايز انت قلت اهو انا مدير فني وكسبت ماتش فيوتشر اللي هو كان ماشي كويس صح ولا وماتش مباراه كويسه وشكل الاداء كان مختلف تماما في, في 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 اربع خمس ايام صح مظبوط واللعيبه حاجه ثانيه وشكل صح واللعيبه يعني خاصة ان فريرا مش قبلها كان ماشي كويس ومشي فالنور يرجع ده كمان كان ماشي مش شكل مش كويس فانا بالظبط ايه اللي خلاه هو انا بقول لك هو جه على نفسه والله عشان خاطر الحاله الزمالك الماديه في نادي الزمالك والمستحقات بتاعت الراجل بالزبط. لكن مش عشان عودته فنيا هتفيد الزمالك ما هو الراجل عايز يحل مشكله في مشكله كان في مشكله كبيره ساعتها ما فيش الفلوس ما فيش فلوس المحجوز عليها طبعا انت عارف ولازم الراجل برضو عمل تاريخ للنادي لازم يمشي باسلوب كويس يعني يمشي بشكل كويس يعني هسألك ومن غير ما نقول اي اسماء عشان ما احطكش في حرج بنسبة كام في المية من لاعبي نادي الزمالك تحملوا كل هذه الاوضاع الصعبة داخل اوضة اللبس عشان عادة ده بيحصل في الزمالك والاهلي والاسماعيلي بيقول لك ايه اللعيبة كلها كانوا هايلين وجدعان وحلوين وكل الكلام ده بس في حقيقة الامر من الكواليس مش الكل بيبقى مساند والكل بيبقى داعم كل واحد يقول لك لا انا عايز مصلحتي وفلوسي وماليش دعوه باي حاجه تانية كم واحد او كم نسبه تحملت هذه الاوضاع الصعبه في نادي الزمالك زي ما حضرتك وكابتن اسامه تحملتوا هذه الاوضاع الصعبه اكيد مش كله اكيد يعني لا ما اكيد مش كله اكيد مش كله يعني. واكيد جماهير الزمالك فاهمه انه مش كله لو قلنا نسبه مئويه انا مش عايز اقول لك حتى عدد عشان برضو ما احطكش في حرج اخر النسبه ممكن نقول مثلا 80% كويسين 80% تحمل و20% لا وانا اللي انا شفته برضو اللي انا شفته في الفتره بتاعتي انا دي كانت صعبه جدا ان انت يعني ممكن في لعيبه مش عايزه تلعب او لعيبه فتره صابه يمكن انا لما مسكت في 12 يوم دول او 11 يوم دول اصعب فتره في اصعب فتره في تاريخ نادي الزمالك يعني ما فيش يعني المستشار مش موجود بس النادي مش موجود
الفوز طبعا محجوز عليها احنا عارفين لسه خارج من افريقيا. اوريدي مشينا الجهاز مشي ففي ثلاث ايام راحه. يكلموك كابتن اسماعيل يكلمك يقول لك احمد معلش انزل يوم او يومين. انا ما جيت يا جماعه مش عارف انا همسك ماتش ولا ماتش ولا اتنين ولا ثلاثه. انا جاي يوم او يومين ان الاول كان اتجاه مدرب مصري. صحيح. صح؟ صحيح. فانا جيت ان انا يوم او يومين لغايه مدرب مصري ما يجي. صحيح. حصل بقى الاختلاف ان مصري لا اجنبي لا طب معلش كمل المباراه بتاعت البنك. طيب البنك ده كان في سد في التوقف في الاجنده الدوليه. في لعيبه في منتخب تونس. في لعيبه في منتخب مصر الاول. في لعيبه في منتخب مصر الاولمبي. صح. بلس حمزه مصاب. عبد الشافي مصاب. فتخيل 12 لعيب مش موجودين. 10 8 منتخبات. اثنين مش عايزين يلعبوا مثلا او حالتهم انا النفسيه مش عايزين يلعبوا. واثنين اثنين اصابه. فانا قلتها حتى بكده قلت قائمه الماتش البنك الاهلي والبنك الاهلي في الدوري بعد باسبوعين القائمه دي 20 لعيب في 10 ما يجوش معايا غير المصابين. 10 10 7 اساسيين وثلاثة بره. طيب ارجع اقول لك ثاني برضو طب ال 10 دول لما اللي مش بيلعبوا السبعه دول مثلا اللي مش معاك بلس ان سيف الجزيري كان قاعد بره احتياطي ماتش البنك فقول 8 كمان يعني قول 8 اساسيين ما كانوش معاك. اللي كان معاك بس من اساسيين كان شلبي وسيف جعفر بس والباقي كله. وهل في لعيبه فعلا رفضت تلعب بعض المباريات معاك؟ هم بيرفضوا بسبب سياسي شويه. بالسياسه؟ ان انا معلش يا كابتن انا رجلي وجعاني الاهميه شاده عليا تكشف ممكن ما فيش حاجه كشفنا ما فيش حاجه كده فهي دي بقى هي اللي بقول عليها في ظروف صعبه. كانوا بيعملوا كده ليه؟ بسبب مستحقات ولا بسبب الضغط الجماهيري؟ لا الضغط كان في ضغط عليهم كبير بعد ماتش بوليسداد. وما قدروش يعني يخشوا يعني. اللعيب اللي ما يقدرش يستحمل الضغط ده ينفع يلعب في الزمالك؟ لا. لا. لا لا. واللعيب اللي اختار ماتشات ما ينفعش يلعب في الزمالك. بيختار ماتشات؟ طبعا. ما انا حصل بعد كده في ماتش المصري في لعيب منهم ما لعبش البنك. ما لعبش المريخ. قال لي انا مصاب وجي السبت حد الاثنين ماتش مصر الثلاث عايز يخش الماتش فانا رفضت تدخل الماتش المصري. بعد كده جاء عليك اللوم جاء عليا باللي بعد الماتش على طول هو كلم المستشار تقريبا قال له انا جاهز وسليم. كلم برضه ممكن حد في الجهاز قال له ده كان جاهز وسليم. بس ما اتقالش هو كان سليم برضه ماتش المريخ. كان سليم برضه ماتش البنك. ليه ما اتقالش؟ انا وعدتك ان انت هنخرج سلميين النهارده بس بصراحه يعني لو انا بتكلم مع جمهور الزمالك ما هو جمهور الزمالك انا حبيت ساعتها اطلع يعني يعني جمهور الزمالك بغض النظر بقى تقول ده الكلام ده النهارده وتقوله بكره وتقوله السنه الجايه بس جمهور الزمالك نازل اللعيبه اللي ما هو مش كتير خلي بالك هو مش كتير يعني بس برضه اللعيبه يعني اللي ما وقفتش قدام مع نادي الزمالك دي لازم تبقى قدام جمهور الزمالك واضحه ومعروفه. هو ساعتها بقول لك حاجه هو اللعيب بيفكر يعني في لعيبه مثلا زي الونش زيزو شيكابالا رؤى الناس القدام برضه يعني ولا حاجه انا عمري ما انسى دي يا جماعه لازم الناس تعرفها. حمزه مسلوسي. حمزه مسلوسي مصاب وكان بدا يجري. ودي اللي بقول عليك ده اللي بقوله ده الناس كلها عارفاه في النادي يعني اللعيبه جهاز الاداري جهاز الطبي. حمزه عشان انا وعشان النادي عايز ياخد حقنه في بوته يلعب. انا رفضت. وجالي الدكتور محمود اسامه قال لي احمد الحق قول له ده عايز ياخد حقنه عشان يلعب عشانك. قلت له لا لا لا. رحت جبت حمزه قدامه قلت له حمزه كان ماتش المريخ. قلت له حمزه لا انت لسه فاضلك اسبوع كمل اسبوع التاهيل بتاعك. كابتن انا عايز العب وانا قلت له لا 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 ده تونسي و انا ده على راسي يعني هو عبد الشافي مصاب كلمني في التليفون كابتن انا معاك نفسي ابقى موجود معاك انا طالع بدي خلي بالك انا طالع بحب اللعيبه يعني لغايه النهارده الناس بتكلمني والله يعني لازم كل يوم حد يكلمني صغير كبير فده انا طالع بيه بس يعني. عظمه. احنا لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا مع الكابتن الكبير كابتن احمد عبد المقصود المدير الفني السابق لنادي الزمالك بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره اخرى لسه شايف النهارده الكابتن احمد عبد المقصود المدير الفني السابق لنادي الزمالك. كابتن احمد ليه بعض الناس
ترى او بعض جماهير نادي الزمالك ترى ان مستوى زيزو تراجع بعض الشيء عن الموسم الماضي؟ اقول لك حاجه، زيزو ما تراجعش. خليني بس اروح كده بس. انت انا اللي 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 يقول اللي بيني وبينك اللي يقول تراجع ده داتا ارقام كم اسيست كم هدف. هو هتلاقيه نفس المستوى بتاعه، الوحيد اللي محافظ على نفسه في مصر في مستوى زيزو، خلي بالك. بس هو مش واضح شويه او مش واخد حقه شويه عشان لسه ما فيش مسانده، لسه الجانب الهجومي اللي حواليه لسه ما فقوش يعني. بس هو لا، انا مش شايف كده خالص خالص. هو بس هو لوحده يعتبر يعني شال شيله يعني في التلت هجومي لوحده كتير لوحده يعني. كان سيف فتره مش موجود، شلبي كان لسه يمكن شلبي في الفتره الاخيره بدا ينور يبان. بس انما طريقه اللعب الموسم ده مع الراجل، كان في سبعه اوريدي تحت الكوره، فكان دول التلاته اللي قدام دول بعاد عن السبعه دول، فكان الامداد ليهم قليل. بس انما كارقام لا 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 خالص. احنا فاضل لنا تقريبا شهرين والموسم هيخلص. شايف الزمالك في امس الحاجه في مراكز ايه هي؟ وانت خلاص انت راجل كنت ايدك جوه الفرقه، الزمالك على الفور هيبقى محتاج ايه؟ الزمالك محتاج نسأل السؤال قبل ده. الزمالك لو هيستغنى على لاعبين مع نهايه الموسم محتاج يستغنى عن كم لاعب؟ عدد مش اسماء. اسم انا مش هقول، انت عارف عدد ممكن نقول قدهم انت في سرك وقول. ده كتير قوي. لا لا، خمسه اربعه خمسه اربعه خمسه اربعه خمس لاعبين. تمام. ويجيب قدهم برضه، ويجيب قدهم ولا اكتر؟ قدهم. انا بقول دول المصريين. بخلاف المحترفين، لو هيغير محترفين لازم يغير مثلا اثنين تلاته على الاقل. يعني اربعه خمسه انت يعني حمزه المصريين. انا حمزه اقول لك يقعد. حمزه مش يقعد. حمزه بيلعب مركزين في الطريقتين. وده في حاجه برضه كريم عايز اقول عليها مهمه جدا. لما اجي اجيب لعيب ده اللي بيفرق بقى بره عن هنا برضه. بيبقى في الاول ميتنج الاول طبعا، انترفيو مقابله شخصيه، تفرق كتير الشخصيه، تفرق كتير جدا طبعا جدا صح. جدا جدا قبل اي حاجه، دي اللي هتنجحك او توقفك صح. دي ما بتحصلش. لو حصلت هتفرق جدا. ان انت ممكن تكون جايب لعيب كويس، ارقامه مع كويس، لا ممكن يبقى لعيب دولي كمان. بس كشخصيه كشخصيه ما تعرفش من الزمالك. طيب انت قلت لي حمزه المسلوسي ده. ده حمزه بقى اللي بقول لك عليه. ده حمزه ده عنده الشخصيه والامكانيات امسك فيه هايل. طيب حمزه يقعد. طبعا في الاجانب سامسون. ما لا، خلي دول مصر. يعني هو اللي يشوف ان هو عنده شهرين، هو اللي هيبقى حاكم، هو اللي يشوف، هو اللي يقول. ان انا بقول لك زي ما قلت لك ممكن سامسون في الفتره الجايه دي ينور في ماتش بعد ابراهيم الضايم ممكن يتحسن مع المشاركات. ابراهيم الضايم مشكلته كان قاعد اصابه كبيره طول زي الونش. فدايما اللعيب الاجنبي لما يقعد اصابه طويله بياخد وقت عشان يرجع، بيبقى هو تحت ضغط عصبي. صحيح. يعني هتلاقي حتى مثلا ممكن مثلا يقعد لوحده والحاجات دي، هو ده مضغوط. طيب. انت حسيت ايه المراكز اللي الزمالك كان عنده فيها فقر في اللاعبين، عدد قليل من اللاعبين او محتاج فيها دعم من اللاعبين؟ 8 مع سيف جعفر. اثنين كمان معاه 8. محتاجين محتاجين زي الايسر كمان وزي الايمن مع حمزه. والناحيه الثانيه ان اكيد ممكن يبقى في تغييرات في الناحيه الشمال. بعد كده اربع لعيبه. طبعا في لعيبه، طبعا في لعيبه اعراضها هترجع في المساك مثلا زي محمود علاء يرجع. محتاج اوباما يرجع طبعا. قلنا 2-8 محتاج جناحات تحت في الثلاث هجوم. محتاج 2 اجانب لازم يعملوا فارق. تسعات ولا جناحات؟ تسعه مهاجم تسعه ولا جناحات؟ ممكن لو سيف اجزري قاعد خلاص اوكي. انت محتاج واحد تاني معاه. لو سامسون قال يعني لو سامسون نطق وتمام اوكي. هو نطق دي ما جابش يبقى خلاص، يبقى واحد تاني مكانه على طول لازم. لازم. مع واحد منسي لعب كويس جدا. منسي معايا، منسي انا يمكن انا مع طول كان لسه معايا من كام يوم تليفون معاه. معايا كان هايل، وبدا اول مره يبدا كان معايا. وجاب اربع اهداف، ثلاثة في ماتش المريخ وهدف ماتش المصري. بالحاج لعب كويس، بس المفروض ياخد. اول لما خد معايا كان كويس، بعد كده قعد. محتاج ياخد كتير. محتاج ياخد. فاهم. فعندنا ناشئين كويسين جدا برضه، ممكن ياخدوا فرصه. ياخدوا عبد الله لعب معايا اساسي ماتش المريخ هايل. لو ان شاء الله في المستقبل القريب رجعت نادي الزمالك، تحب ترجع مدرب عام ولا مدير فني؟ لا طبعا مدير فني دي كانت ليها. بص الطموح ده ما
بلا حدود بس بس بعقلي يعني. أيوة. انا واخدت كل حياتي كلها واحده واحده، فما ما عنديش اي مشكله. انا ما اخترتش، انا بقى انا قلت لك انا جيت في الفتره دي تنكز موقف يعني. تنكز موقف بس. فانا هشتغل اول مدير فني في حته ان شاء الله يعني قريب باذن الله. في مصر ولا بره؟ يعني في كده وفي كده والله. ف في حاجه هنا وفي حاجه هنا، ربنا يوفقك. فحته نزمك طبعا انا تحت امر نزمك في اي وقت. اجي في اي وقت، امشي في اي وقت، ده بيتنا، كبرنا علمنا، فما فيش مشكله خالص يعني. ده بيتنا يعني كل اي وقت. كابتن احمد حضرتك حقيقي شرفت ونورت، الحوار معاك كان ممتع جدا، ورب يكون الحوار كان خفيف عليك. لا والله قيمه، انا مبسوط جدا انا معاك النهارده، وانا لي الشرف ابقى طبعا معاك في اشكرك يا فندم قوله، وحاله جميله، ويا رب ابقى دمي خفيف على الناس كالعاده. اشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد. ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد عبد المقصود المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وايضا ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على الف خير.